من فريق العمل، من المخرج فرانسوا زيدي، ومني مساء الخير إلى كل مشاهدي الام تي في بلبنان وبالعالم، وحلقة جديدة بموضوعية. منيح أنه النفط بعده تحت الأرض، هكذا قال رئيس الجمهورية العماد ميشيل سليمان تعليقا على الخلاف حول ملف النفط في لبنان وحول حقيبة الطاقة في الحكومة المعلقة منذ 10 أشهر. فلما الحذر الرسمي من الثروة النفطية؟ وكيف يمكن تفسيره؟ وكيف لثروة هائلة أن تتحول من نعمة إلى نقمة؟ ثم من المعروف أنه كانت هناك فورة مماثلة للبحث عن النفط في لبنان في الخمسينات والستينات من القرن الفائت، عندما تم الحفر في أكثر من منطقة في البقاع الأوسط وفي البقاع الشمالي وفي عبرين في البترون. فكيف ولماذا انتهت هذه الفورة وقتها؟ وهل ما نشهده هو مجرد فورة مماثلة لن تصل إلى خواتمها السعيدة؟ وبين الاحتمالين، لماذا التعلق بوزارة الطاقة؟ وهل الخلاف على الحقيبة هو خلاف حول وزارة أو حول تلزيمات وإدارة معينة لأموال النفط والغاز؟ ثروة من تحت الماء عنوان حلقتنا لهذه الليلة. فهل يمكن هذه الثروة أن تدفع الزعماء إلى تلقف رسالة من تحت الماء فحواها أن اتحدوا وتضامنوا ولا تبددوا طاقات ما تحت الماء تماما كما بددتم كل ما فوق الأرض؟ وفي هذه الحلقة يسرنا أن نستقبل الليلة المهندس الأستاذ سيزار أبي خليل، مستشار وزير الطاقة، مساء الخير. والمحامي علي بردو، الخبير في قوانين الطاقة والبترول، مساء الخير أستاذ علي. وأيضا الصحافي الأستاذ عدنان الحاج، مدير التحرير الاقتصادي في جريدة السفير، مساء الخير أستاذ عدنان. وكان مقدرا أن يكون معنا المهندس الدكتور ربيع ياغي، الخبير في الصناعة النفطية، لكنه اضطر للتغيب نتيجة شأن عائلي طارئ. لكن وقبل أن نبدأ بالمادة الملتهبة النفط والغاز، نتوقف مع اللهيب الأمني المتنقل، إذ وبعد يومين فقط من انفجار الهرمل حصل عصر اليوم تفجير انتحاري في الشويفات أدى إلى سقوط جريحين، إضافة طبعا إلى مقتل الانتحاري. فلمتابعة هذا الموضوع بوقائعه وخلفياته، نحن في اتصال هاتفي مع معالي وزير الداخلية العميد مروان شربل. مساء الخير جنرال. مساء الخير لك ولضيوفك. شكرا لك. وطبعا يعني بالنسبة لنا هالحادث كان انه بأقل من 48 ساعة، يعني هذا يلي لفت يعني السرعة او سرعة تواتر الحوادث الأمنية او التفجيرات الانتحارية. هل يعني هذا معالي الوزير انه مسلسل هذه التفجيرات الانتحارية سيتكثف في الأيام المقبلة؟ يا استاذ وليد، بدنا نحكي بكل صراحة وبكل واقعية. كل اللي عم تشوفه على الأراضي اللبنانية سببه المشكلة اللي حاصلة حاليا بسوريا، الحرب اللي دائرة بسوريا. صار في تغيرات بالأزمة السورية، في قلق كبير اليوم بالأزمة السورية. يعني انقلبت الأدوار من، يعني إذا بتشوف الصراع اللي قائم حاليا بسوريا بين مين ومين، صار بين ما يسمى بداعش والنصرة والجيش السوري الحر. يعني صار وكأنه الموضوع تغيير النظام بسوريا، ما بقى الهم الأكبر. وهيدي المشكلة الكبيرة يلي عم بتعاني منها سوريا، وهيدي المشكلة يلي مستقبلا بدنا نعاني منها وبلشنا نعاني منها. يعني هالخطر اللي عم يداهم لبنان يتخطى بحدوده المشكلة اللي كنا نعرفها بسوريا أول ما بلشت. صارت مشكلة توصل من العراق لسوريا للبنان لليمن لمصر، كلهم عم نشوف نفس الانفجار. يعني للأسف أنه بتتوقع بشكل أو بآخر أنه هذا المسلسل أن يستمر. أنا نعم بتوقع، ومش ما بدنا نخوف العالم،
طبعا. بس ما في شك انه الوضع صعب جدا، منه هين. وهلا بدك تقول لي كيف بدنا نستدركه؟ الاجهزه الامنيه عم نعمل المستحيل. مشان هيك اليوم شفنا اللي فجر حلو استعمل اسلوب يعني ما كنا معتدين عليه، وانما كنا نحن متحسبين انه ممكن يمرق بشاحنه، يمرق ببوصر، مرق بفان، لانه صح. الاحتياطات اللي متاخذه ببعض المناطق يلي نحن بنعتبرها اكثر خطر عليها، مثل الضاحي مثلا، الاحتياطات اللي اتاخذت من بعد اخر انفجار صار. طبعا ما في شك انه صار بعد للمية انه يطلع بهالسهولة اللي ممكن انه هو يفكر فيها. يعني بتتوقع انطلاقا من هون انه المفجرين يعمدوا الى تغيير تكتيكاتهم، لانه بالنتيجة صاروا اكثر فاكثر محاصرين ومراقبين؟ صح، مزبوط. بس مش معناتها انه نحن قادرين 100%. ما في بلد بالعالم بيقدر يحمي شعبه ويحمي مواطنينه 100%، والدليل امبارح ما حصل بروسيا يلي هي اكثر دولة فيها اجهزة امنية واجهزة مخابرات ومراقبة. صار بالولايات المتحدة، عم بيصير بكل بلد، بيصير باوروبا. فاذا هذا الموضوع. اما نحن عنا الغريب العجيب يلي وصلت الامور الى انه صار اللبناني بفجر حاله، هذه اللي ما كنا معودين لحتى بعشرين ثلاثين سنة حرب اللي مرقناها، هذه مش من عادات وتقاليد اللبنانيين. طبعا بدأ دراسة لهالموضوع. لا يعالج موضوع الانتحاريين بالخطط الأمنية اللي نحن اللي بنعرفها العادية، في مفروض تتعالج هي بتوجيهات، سواء كان بالمساجد أو بالأشخاص اللي بيأثروا، سواء بإعطاء دروس ببرامج إعلامية، لأنه الأشخاص اللي عم بيغرر منه اللي عم بيتغرر فيهم وعم بيحضروا حالهم للانتحار، طبعا عم بيلعبوا على نفسيتهم وعم بيلعبوا على العنصر المذهبي والعنصر الطائفي يلي هودي بعمر 20 و25 سنة ما بيفكر أكثر من أنه مثل ما بيراغبوا أنه ناطرينك ما بعرف مين فوق وهالأمور هذه. هذه أمور كتير خطيرة حقيقة. عم نحاول نفتش على قدر الإمكان أن نحد من هالخسائر. لحد هلأ قدرنا نتوصل لبعض الأمور، بس ما قدرنا نوصل لأن نعالج الموضوع بصورة إيجابية كاملة. وقت بتقول بعض الأمور يعني التدابير الاحترازية عم نقول هون، ما هيك؟ طبعا. وهوني أنا حتى بطلب من المواطنين أنه طبعا ينسقوا مع الأجهزة الأمنية وتكون عين ساهرة، لأنه كل مواطن خفير بهالوقت هذا. كل شيء بيشوفوه، كل شيء بيلاحظوه. في عنا نحن خطوط ساخنة، خاصة انه في واحد يتصل مع الاجهزه الامنيه 112 او على وزاره الدفاع او غرف العمليات، كلها موزعه. نحن مستعدين ليلا نهارا بدورياتنا المدنيه والعسكريه وبالحواجز الثابته والمتحركه والدوريات المتحركه والسياره والراجله. نحن كلنا موجودين منتشرين بظرف بسيط، بنقدر نوصل على المحل يلي ممكن انه يكون في مشكلة او اي مواطن بيرشدنا عليه. طيب سؤال اخير مع الوزير. هيديك الجمعة وخصوصا باخذها غرقنا نحن يعني كاعلاميين وكصحفيين وايضا كناس من خلال SMS ومن خلال مختلف وسائل التواصل الاجتماعي ببيانات وباكثر من هيك يعني بليستات عن سيارات انه هيدي محتمل ان تكون هي السيارات المتفجرة. هل هالليستات وهاللوائح هذه صحيحه او مجرد يمكن من الاشاعات يلي عم تتحكم انطلاقا من خوف اللبناني في هذه المرحله الدقيقه؟ استاذ وليد، انا حقيقه هون كمان طرحت سؤال حتى ناشد وسائل الاعلام انه يساعدونا بهالموضوع. ما نعتمد بهالظرف هذا السبق الصحفي، واذا كان فلتت له شي وثيقه وتنحط بوسائل الإعلام هيدي بتضر أكثر ما بتفيد. يعني بتخربط لنا الأمور، بتخربط الملاحقة بشكل أو بآخر. هيدي اللي نحن حقيقة بنطلبها من وسائل الإعلام إنه يتعاونوا معنا بجدية، لأنه
ما في حدا فوق راسه خيمة، والكل معرضين لهالموضوع هذا. هلا اما فيما يتعلق، انا قلت امبارح فيما يتعلق بالسيارات المسروقه، لسوء الحظ انه اغلب السيارات هلا اللي عم تنسرق خاصه الرباعيه منها، وهون بدي احكيها على الاعلام، عم تنباع طبعا، لانه الحرامي بده يبيعها بده يستفيد ماديا، بس لسوء الحظ انه هيدي عم تنبعت وبتتفخخ وبترجع بتتفجر. يعني انا ما بعرف شو بدي اقول له لهالحرامي. نحن عنا هلا موقوفين بهالموضوع هذا، ما بدي احكي على الاعلام، اللي بدي اقول له بس انه يمكن هالسياره اللي انت سرقتها تستفيد منها ماديا وبعتها، يمكن تتفخخ ويفجروها حد بيتك وتروح انت واهلك وقرايبينك واصحابك. بقى بنتمنى كمان انه يتاخذ هالموضوع بعين الاعتبار، وما يكون موضوع السرقة بس هدفه انه بسبب تحقيق كسب مادي يروح الموضوع الى اصعب من هيك. هي هون مفصولة كل هيدي نحن منتبهين لوعينا. في عدد كبير من السيارات مسروق، يعني اذا بخبرك انه قديش العدد يمكن رح تخاف. في 7 أشهر قديش في عنا تسجيل لعدد من السيارات المسروقة، يعني خلال 7-8 أشهر في بحدود 550 سيارة. بقى بس مش معناتهم كلهم رح يتفجروا أو رح يتفخخوا، لا، بس في على القليلة 10% منهم إنه ممكن إنه ينبعتوا ويتفخخوا ويرجعوا يفوتوا. ليش رباعية؟ لأنه بتعرف وقت بتنبعت على سوريا بتتفخخ وبيردوها لهون، عم تمروا بطرقات وعرة، بالطرقات الشرعية كلها فيها حواجز للجيش، عم تمروا بطرقات وعرة ما بيسلكها إلا هيك أنواع من السيارات. معالي وزير الداخلية العميد مروان شربل، بدي أتشكرك على هذا الاتصال الهاتفي. استاذ من هذا الملف الملتهب إلى كمان الوزارة الملتهبة هلأ، لأنه الكل عم بيطالب فيها، هي العقدة، هي ملتهبة بالشغل، هي الوزارة اللي عم تشتغل أكتر شيء. ومنا كمان بالإعلانات بلاش بالإعلانات أنا حقي عدنان حقي. إيه بس أنا قصدت يعني طبعا يمكن أنه فيها شغل، بس عم بحكي أنه وزارة ملتهبة انطلاقا من أنه هي العقدة الحكومية هلأ. هي وزارة مهمة جدا، وزارة الطاقة والمياه مهمة هلأ بزيادة بالإنجازات اللي حصلت فيها. بتعرف أنه الطاقة هي شريان الحياة لحيالله دولة، وبالطبع الاكتشافات النفطية بحيالله محل بالعالم هي بكون لها تأثيرات ونتائج جيدة على الاقتصاد الوطني، على الأطر الاجتماعية، وبتتعديها كمان للأطر الجيوسياسية والأمنية والاستراتيجية وكل ما إلى ذلك. أقله أنه دولة مثلنا بلبنان بتعتمد كليا على استيراد المشتقات النفطية، يعني نحن فاتورتنا النفطية حوالي 15% من ناتجنا المحلي. رح نحقق بفعل النفط المكتشف، رح نحقق اكتفاء نفطي مع كل ما بيجي من مع ذلك من يعني من حقق وفر هون 15%. ما هي لا في لا مش بس عدد الربح، في عندك الربح، في عندك في عندك الاستثمارات، في عندك الاستثمارات اللي فرص العمل، في فرص عمل في بحبوحة اقتصادية رح تقدم عليها، وهذه القصة رح تكون أكثر من بحبوحة اقتصادية، لا بل في إعادة صياغة بتكون للجيوسياسي يعني الجيوبوليتيك. أنا أطلق بس أنه برأيك هذا السبب يعني يلي أنه في هذا التركيز هلأ على وزارة الطاقة؟ أسباب أخرى في عدة أسباب، عدة أسباب عدة أسباب لا خلينا في أسباب أخرى في عدة أسباب أكيد، في أسباب محلية وأسباب غير محلية. أسباب محلية بتبلش من أبسط شيء، من اللي بده يحرمك من الإنجاز ومن الإنجاز ومن الشعبية اللي بتحققها لما بيشوفوا العالم عن صوابية خياراتك والشغل اللي عملت لهم إياه، لما بيشوفوا إنك أنت مهتم لمصالح اللبنانيين، مهتم لرفاه عيشهم، لمستقبل أولادهم. في عالم بدها تحرمك، هيدا أبسط شيء من بس في وزارة كمان بدها تتغير، يعني بالنتيجة إنه بتمنع تداول السلطة. لا نحن ولا مرة قلنا لا 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 لا, 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 لا نحن ما حكينا عن تداول الوزارة. سؤال تاني،
بس تغيرت وزارة، وزارة الطاقة صار لها 5 سنين مع نفس الفريق السياسي، أكثر من 5 سنين، صار لها 7 سنين. يعني من وزير طابوريان لليوم 7 سنين. هلا يعني أنا بالتيار الوطني الحر بتحكي، لا 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 كان بالمطلق يعني بالمطلق هالوزارة صار لها 7 سنين مع فريق واحد. معناتها أنه إذا إجا أي وزير ما بيعمل الإنجازات اللي عم تنعمل هلا، إذا عم يشتغل على نفس الطريقة أو إذا عم يشتغل على نفس الدراسات. السؤال هو غير شيء، نحن اليوم عمر النفط بلبنان نحن اليوم عمره مئات ملايين السنين نفط تكون أيام الانتداب الفرنسي، المفوض السامي الفرنسي عمل قرار بالتنقيب عن النفط 90 سنة. صحيح. ما هذا الموضوع؟ الموضوع أنه هلا لما نحط على الخريطة نحط ب 2002، ما كان الوزير باسيل ولا كان غيره، نحط على خريطة على 2002 إيش سباكتروم وعملت المسح اللي صار. هلأ الموضوع ما لقينا شيء من لا لا لحظة ما نحن بحكيك أنا ما كل هلأ ليش أنتوا ما عملتوا شيء بعد ما عملتوا شيء كلام هذا كلام تشريعات لا 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 هذا كلام لا لا هذا كلام مش هذا كلام مش مسموح ما عملتوا شيء إنه هذا كلام مش مسموح عم بحكي أنا إنجاز يعني إنجاز بالفعل إنه النتيجة المادية استيزي الإنجاز مش هيك من قيمه. أنا بمؤتمر الشركات الوطنية للنفط بحزيران الماضي بلندن، أنا مثلت وزارة الطاقة بحضور 4 وزراء طاقة من كل العالم وكل رؤساء شركات النفط الوطنية، حكيوا عن باسيل ميركل المعجزة اللي عملها باسيل. ما فينا نحن نيجي نحكي اليوم على الإعلام ونشكك إيش معجزات إذا واحد عم يعمل دراسات وزارته وقام يعمل معجزات يعني شيء هلا وزير باسيل بيقصد لأنه بالسرعة المعجزة هي بالإنجاز اللي حصل بالوقت القصير اللي حصل فيه بالنقطة اللي بلشنا منها. معليش نحن اليوم النفط صار أمر واقع، نحن على بعد شهرين من توقيع اتفاقيات، نحن على بعد 18 شهر نظريا من أول تنقيب وإنتاج الوزارة الطاقة كمان عم نحصرها هون. إذا عالية المناصب نحن الكهرباء 24 على 24 إذا عالية المناصب نحن الكهرباء 24 على 24 صارت بمتناول اليد. نحن سنة 2015 المعامل اللي بلشت والعقود اللي توقعت مهلتها أجلها ل 2015. سنة 2015 عندك كهرباء 24 على 24 هيدا إنجاز. أنا عم أقول لك أنا عم أقول لك استاذ أنا عم أقول لك أنت عم تقول لي بس أنا عم أقول لك خليني كمل. أنت وضعك الراهن شبكتك الراهنة لو عملت إنتاج خليني كمل. انت عم تحكيني نظريات هلا لا مش عم بحكي السمك بالبحر. انت عم تحكي نظريات. بدك تعطيني كهرباء 24 2015 ايه؟ وبعدين انا معلش الوزير بنسمعه دائما بنحكي احنا وياه عم تعطيني كهرباء 24. ليك كانت وزاره الصناعه والنفط قبل ما تعمل تأثير وزارة الطاقة والنفط والطاقة. لا مش إستوريك خلينا نرجع من ضيع المشاهدين في رأي عام عم يسمع نقطة واحدة بس نقطة ما بدي كافي أنا. كانت وزارة الصناعة والنفط كان الوزير المعني لأنه شركات واستيراد ومخزنات وزهران قبل 97 هلأ لا 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 عم نحكي عم بكيك شغلي كان فيه اهتمام بالنفط وفيه اهتمام للصناعة. هلأ صارت وزارة الطاقة والنفط صار في اهتمام بالنفط والمياه الطاقه والمياه او عفوا يعني الطاقه والمياه صار في هلا لا في مياه ولا في كهرباء. لو 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 خليتني كمل انا قلت لك الكهرباء 24 على 24 سنه 2015 7 سدود سنه 2013 بشر التنفيذ ب7 سدود بشرنا بالتنفيذ فيهم. اليوم منظومه جني المضيء الاولي ارض ما بتحمل مي هذا بيزرع ما بدنا نروح على موضوع هذا التسخين بس لا بدنا نروح على موضوع ياسر مدير عام ياسر مدير عام المياه كان مدير عام الوزاره استاذ عدنان حقيقه اشهد للحق بالموضوع يعني انا واكبت حقيقه مجموعه كبيره من الوزراء اللي تعاقبوا على وزاره الطاقه حقيقة من أول ما استلم معالي الوزير باسيل ملف وزارة الطاقة والمياه حقيقة كان إلى حد كتير كبير قانون التنقيب عن النفط جاهز كان جاهز قبل هو كان جاهز نحن استلمنا لا لحظة بس تكون لهون نحن استلمنا بجلسة التسلم والتسليم مسودة من الوزير تابوريان مسودة على الإعلام تبين عطاياها للوزير يمكن أنت مشارك بوضع هذا ما صحيح وعلي مشارك بوضع إنما التنقيب إيه؟ إنما هذه المسودة أخذت شغل بالفريق اللي كان موجود وأستاذ علي منهم لحد قبل 2010
بعد صار في تعديلات على هالمسوده هيدي واقر ب ب طيب 17 يعني اذا كان نوعا ما موجود. بس اللي بدي اقوله انه وقت تحكي عن بنيه تحتيه قانونيه وتشريعيه للتنقيب عن النفط مش عم تحكي عن اي قانون عادي، لانه عم تحكي عن سله تشريعيه. بتبلش اول شيء من السياسه النفطيه لقانون التنقيب عن النفط للمراسيم التطبيقيه اللي بيبلغ عددها تقريبا 27 مرسوم، وبعدين عم تحكي عن نموذج اتفاقيات الاستكشاف والانتاج، عم تحكي عن الـ عن الـ البروتوكول اللي معمول للمناقصه، عن القواعد يعني القواعد والانظمه القواعد والانظمه. وبالتالي في حجم عمل كثير كبير. حتى اقول كمان انه كمان ايضا الموضوع ليس مقتصر كمان على الموضوع التشريعي، كمان هناك موضوع اخر متصل بموضوع الداتا كولكشن، مجموعة عقود كبيرة تم إنجازها إلى حد كبير بصفر كلفة على الدولة اللبنانية، وإجا من خلالها حقيقة إيرادات لا بأس بها للخزينة. يعني صار في مسوحات مبنية على مبدأ التعاقد الثلاثي، يعني مالتي كلاينت، من خلال الدولة لزمت شركات على الشركات بتتحمل الكلفة على أن تسترد الكلفة وتعيد للدولة حصة جزء من الأرباح بعد المبيع، وهذا جزء. الجزء الآخر كمان له علاقة بالحدود البحرية، يعني الوزارة حقيقة ما كانت عم تشتغل على ثلاث محاور اللي كان عم يشغل عليهم. أول شيء التشريعي، ما هيك التشريعي. كان حددهم إلى محور التشريعي. تاني محور الداتا، اكتساب البيانات، تعزيز ثروة المعلومات كلها سوا، تعزيز ثروة لبنان. ثالث محور تعزيز ثروة لبنان من البيانات اللي هي أساسية بتحفيز الشركات وجذبها. ثالث محور اللي هو له علاقة بخلق الإطار الملائم القانوني من أجل أن تجي الشركات، اللي هو قانون تحديد الحدود البحرية والمراسيم اللي تحدد. يعني برأيك هون في عمل ما خلصت بعد؟ يعني شو اللي خلصت؟ لا، تحديد القوانين، عم بحكي القوانين خلصت، بس في نقطتين عالقين وراح يضلوا عالقين ما بعرف لإمتى. أول شيء استقالة الحكومة شكلت عقبة واحدة، تحديد الحدود البحرية. نحن بعد عنا مشكلتين، مش هيك؟ مشكلة مع إسرائيل ما خلصت، مع العدو بعدها ما خلصت، بلوك رقم 8 ونص بلوك رقم 9 ما خلصنا بعد. لا هيدا 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 لا بس ما نحكي يعني معلق لما بدنا نحكي هيك ما بدنا لا لا عم بحكي هيك في علينا مسؤولية. بتوضح عدنان انت شغلت استاذ عدنان، بس خليني لك نحن في علينا مسؤولية. اليوم في رأي عام عم يسمعنا، في شركات عم تستثمر صارت دافعة فوق ال 135 مليون دولار شرية داتا، وحاطة عشرات الملايين الدولارات بالتحضير لدورات التراخيص تبعنا. ما فينا اليوم نصور قدام الرأي العام، في مسؤولية علينا كلنا كلبنانيين نصور انه في وضع هالقد نطلع وين. بس هيدي فيك تنكر يعني انه في مشاكل. المشكلة مع اسرائيل يكونوا دافعين هالموازنات، ما نكون عارفين المشكلة، ما فيك تخبيها. المشكلة مع اسرائيل، في المشكلة مع اسرائيل واقعة، انما هيدي لن تمنعنا بالسير لا بدورة التراخيص ولا بالتلزيمات. المشكلة منش حدود فقط، المشكلة هي كمان مكامن. يمكن تكون الحدود مضبوطة وبمحل نكون متفقين مع دولة، ويكون في مكامن بتمتد على جهتي الحدود، وبكون في عليها مشاكل. خلي كمل عم بحكي شغلة بسيطة. أول شيء أنا كل المراسيم والمشاريع اللي طلعت مواكبة واحد. هلأ اللي واقفين عنده نحن نقطتين، اللي عم يأخر مناقصة عدم وجود حكومة تجتمع، اللي عم يأخر استقبال العروض زرتك يعني بالمعنى التاني. هاي نقطة أساسية. نقطة التانية إنه بعد موضوع البلوكات في خلاف داخلي ما بنخفي على حدا، بين رئيس بري وبين الوزير الطاقة، ما بدنا نخفي على حدا، كمان مش عم نحكي عن نكرة اللبنانية. هلا شو بدنا بوضعنا الداخلي نحن؟ شركات العالمية، استاذ زار انت تعرف انت اكثر من غيرك، استاذ يعني استاذ علي متابع الموضوع من ايام الوزير فناش. شركات العالمية بحال ما بتستثمر بتعرف اكثر مني ومنك، ما بتحط فرام، مش جمعية خيرية بتيجي بتدرس الواقع. منيح اذا كل هالاستثمارات هيك، لكن المشكلة مش قد ما عم بتصورها يعني. لا 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 إيه؟ انا عم بحكيك إيه؟ انت عم تقول لي مش عم نخوف اللبنانيين كذا، انا عم اقول لك لا، بس بهالوضع نحن الداخلي اللي نحن فيه، فراغ القائم، ما حدا بيجي على محل متنازع عليه هذه، لانه بيفهم اكثر مني. انا بدك تسمح لي ادخل استاذ، خلي يخلص فكرته بس، خلينا نرجع. يعني كمصطلح ما فينا نستعمل متنازع عليها،
غير محدد. طيب في استاذ عدنان حضرتك في اعتذار، في اعتذار اذا في احنا عم خليها توضح للراي العام. عندما نحكي على موضوع نزاع معناتها عم نحكي على تقصير من الجانب اللبناني باثبات حقوقه المتعلقه بالمنطقه الاقتصاديه الخاصه. بالخرائط الاولى اللي قدمها نعم تنازل، لا هو كان في خطا اعطى اسرائيل انه تتعدى 865 متر. خليني اقول لك كيلو متر، عفوا اي متر هيدا بال 2007 استاذ وليد بال 2007 خليني اوضح لك حتى توضح للراي العام وكمان اللي عم يسمعنا بالشركات. بال 2007 صار في توقيع اتفاقيه بين وزارة الأشغال اللي هي عندها صلاحية النقل والمنطقة الحدود البحرية المنطقة الاقتصادية الخالصة مع قبرص. هذه الاتفاقية حددت جنوبا نقطة سموها اصطلاحا برقم واحد. صارت بالنرويج مش هيك وقتها؟ لا 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 صارت بلبنان. صارت بلبنان بس بهذه الاتفاقية الدولة اللبنانية بتقول انه هي زاحت بعدت 5 أميال بحرية لانه انسجمت الدولة وقتها مع اتفاقية البحار قانون الدولة للبحار اليونيكلوس انه اي نقطة ثلاثية بين 3 أطراف متحادة يجب ان تحدد بتوافق 3 أطراف. فاجوا قالوا بالاتفاقية وهذا منصوص عليه بالاتفاقية استاذ عدنان انه يا أبرصة اذا بدكم تحددوا النقطة الثلاثية بدكم ترجعوا للبنان، وبالتالي لم يحدد لبنان انه اعتبر النقطة رقم واحد هي النقطة الثلاثية بين كل من لبنان قبرص فلسطين المحتلة. اللي صار لاحقا انه لبنان عندما استشعر الخطر اعلم الامم المتحده بتموز وتشرين العام 2010 قال لهم بمنشورتين ومنشورين حاليا بالامم المتحده بالمنشور رقم 73 و74 بيقول انه هيدي هي احداثيات المنطقه الاقتصاديه الخالصه التابعه لنا اللي بتشكل لاقصى حدودنا الجنوبيه هي المنطقه نقطه 23. ورجع عندما اتفقوا الابارصه والاسرائيليه بال 2010 على تحديد المناطق الاقتصاديه الخالصه بيناتهم راح لبنان وأصدر بال 2011 قانون تحديد حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة وأصدر المراسيم التطبيقية التابعة لها. شو بدنا نقول؟ حدد نقول حدد لبنان 70% منها؟ حدد لبنان عندما 70% منها حدد نقطة 23 جنوبا أستاذ عدنان تشكل حدود اللبنانية المنطقة الاقتصادية الخالصة اللي تعتمد على الأسس اللي حددتها قانون البحار اليونيكلوس اللي بيقول اعتمد الخط الوسطي اللي بيفصل بين دولتين متشابهتين. إذا خلينا نقول لكن بالنسبة نرجع على الموضوع الأساسي 8 و9 وين صرنا فيهم؟ 8 و9 يتعلقوا بتقسيم البلوكات حاليا. أوكي. المزاعم أنا بقدر أقول مزاعم إسرائيلية بتقول إنه إلى حدود بترفع هذا الخط شمالا ليمتد بين النقطة B1 و1. طب إذا بس في حال الاعتداء أو التنازع خلينا نقول الاعتداء هالأمر ما بيشكل عقبة أمام تلزيم هذه البلوكات أو هالبلوكين؟ حصل دورة استشارات مع الشركات 46 شركة العالمية اللي تأهلوا في بيناتهم 12 شركة مؤهلة كمشغل والبقية أصحاب حق. هلأ هالشركات هيدي عملت نومينيشن راوند، يعني هي بتسمي أي بلوكات هي بتفضلها أكثر. والبلوك رقم 8 سجل عدد كبير من الشركات يلي فضلته وانه عن عزمه ويعني واعلنت عن عزمه حتى تقدم عليه. ليش؟ فبالتالي سؤال ليش؟ لأن اكثر منطقه فيها نفط اكثر منطقه حسب المسوحه معلش يا استاذ معلش اكثر منطقه ما هو البلوكات ليش بيختلفوا ليش بيجوا على استاذ تحليلات الجيوفيزيائيه عندك شيء؟ شيء انا طلعت عليها من الوزاره لا قال الوزاره قال له لا طلعت عليها من الوزاره هيدا بخزني يعني هيدا كلام مش دقيق طلعت عليها من الوزاره بس هيدا كلام مش دقيق عم ينكر هالشيء لا هو ما اساسا ما انا خي هيدا كلام خلينا نكمل خلينا نحكي بجد جابوا بهيدا شو عم بقول لك طلعت عليها من الوزاره بشك هلا ما طلعت عليها بالوزاره لا من الوزاره نحن اكيد وجود هالعدد الكبير من الشركات المهتمه بدل على امرين. الامر الواحد توفر البترول والغاز بكمية كبيرة لأنه 46 شركة هو 4 أضعاف كل عدد الشركات اللي جمعتهم كل الدول بمحيطنا بكل دورات التراخيص تبعها. فواحد عدد كبير من العدد الكبير بدل على وفرة البترول، واثنين على حسن إدارة الملف.
هول الامرين اللي بيدلوا بحسن اداره الملف البعض بينتقدوا انه اداء وزاره الطاقه فيما يتعلق مثلا بعلاقتها بلجنه الاشغال والطاقه والمياه في مجلس النواب. لا لحظه خليني اجي على الوزاره. خليني اسمع عندنا موضوع لوكيت اساس زاره. معلش خلينا نجاوب على هيك. في مبدا نحن عايشين بنظام ديمقراطي في فصل للسلطات بالفصل احنا ما في تعاون. الفصل ما بيعني ولا مرة انه الاحترام ولا مرة او انه الصراع. نحن الوزارة الوحيدة يلي كل استراتيجيات او كل دراسات او كل هالامر هيدا صدر بدراسات صدر بكتب. الكتب كانوا عم يتبلغوها النواب وعم نعزمهم على كل المؤتمرات. لا نسمع النائب محمد قباني رئيس لجنة الاشغال وكأنه عم بيوجه انتقادات كثير قاسية فيما يتعلق بملف النفط، فيما يتعلق ملف الكهرباء، فيما يتعلق ملف الاستثمار. سرعة سرعة الوزارة معلش معلش حي وليد معلش يلا بسطرين بس ما انا ما بحب اقاطع خليه يحكي. لانه بس نحكي كلنا مع بعضنا العلم بيبلغ. انا بدي لك اول شيء ما في مرسوم من وضع. اول شيء هيئه النظم وتعيينها هيئه اداره قطاع البترول. هيئه اداره قطاع البترول اوكي. لما وضعت صار عليها مشكله تلحقت بالوزير، صار الوزير وصي عليها مش هيك؟ ما صار مشكله هذه. نحن بالدستور الطائف الوزير راس القطاع. بس بدكم تضربوا هيدي غير امر. مين عم تحكي لي انا بدي اضربهم؟ بدي اضرب شيء. انا عم بقول لك الوزير هو راس القطاع. هذا الدستور هلا يعني بدك تبلش بالهيئه؟ لا انا عم اقول له لانه بعدين بدنا نحكي عنها. في مرسوم تطبيقي انطرح للقانون 132 يا استاذ وليد في 9 12 10 11 13 مرسوم العنوان استاذ علي. هول المراسيم عند يوم تواريخهم بوقتهم. معظم هالمراسيم معلومات عامه يعني لا انه منشوره تكي اساسا بس خلينا نشوف وين بده يوصل. هلا معلومات انا معلوماتي عادي بالك. لا يا خي انت هاي معلومات خاصه ما لنا معلومات. هاي المراسيم هاي ولا مرسوم بالنشر الجريده الرسميه. مشكل على تعيين هيئه الناظمي ومشكل على الصندوق السيادي وادارته. مشكلة هذا عم يعمل بالتطبيق القوانين. كل شيء عم يصير مشكلة اللي في شيء بالسياسة عم يتاخد وانه في فريق سياسي والله انه ما بده الوزير. يعني هذه الوزير بيقولها هو بيقولها وانا سمعها منه انه في فريق ما بده يخليه يعمل انجازات فبالتالي في اعتراضات. انا بقول بكل بساطة مثل ما قال رئيس الجمهورية منيح النفط هلا مش عبو رغم انه هذا في ضرر اقتصادي كثير كبير للبلد. هيدي انا ضرر اقتصادي ما بنطر من خبير اقتصادي يقول هي ما بنطر. لا ربطت في ضرر اقتصادي كثير للبلد وفي تقديرات غلط من الوزاره وغير الوزاره. اكبر ضرر اقتصادي هو التاخير. عامل الوقت يضرب الانجاز اللبناني في حال تم. هي لحد هلا بيقولوا انه مأخرين 10 سنين تقريبا. لا ما هيك. خليني كمل انا اقطع خليك كمل. نقط كثير نرجع سجل بدنا نضيع بوعدك هلا بوعدك انا بس لك جاوبني على النقط بدي اقعد اتفرج عليك. يلا جيبوا فنجان قهوه بس خليني بنجيب لكم تنايكم ولا اول لازم خلينا نقول استاذ وليد بعد الانجازات الكبرى شو هي الخطوات الناقصه والعالقه؟ يلا اوكي؟ يلا وبعدين نحكي. اول شيء استقاله الحكومه اخرت اخر الوزير طار اعلان تاجيل استقبال العروض لنيسان 10 نيسان هي كان المفروض تتم بتشرين تاخرت لنيسان. طيب مهم نحن بالتاخير بالتشريع شو عم نعمل؟ أنا أول شيء عم بحكي هلا كخبير اقتصادي بدي أحكي بعدين بحكي بالسياسة شو عم بصير. بالاقتصاد كل يوم تأخير لبنان بيخسر بالاقتصاد وبيخسر فرص عمل وبيخسر يعني بيخسر دوره وبيخسر قدرته على المنافسة على الأسعار في المنطقة. منيح؟ حلو لأنه نفس زبوناته بلشت إسرائيل تبيع جزء منهم يعني بلشت تبيع الأردن بلشت تطلع مين زبوناتنا حيكون بالمنطقة نحن؟ نحن موجودين على البحر المتوسط وإسرائيل موجودة على البحر المتوسط مع دعم دولي وأمريكي وإلى آخره وما بعرف شو. شركات العالمية بالتسويق بتفضل أنه تمشي إسرائيل على حساب أنه تمشيك أنت يعني أي أبي بالمجتمع الدولي. هلأ أنا عم أقوله نحن عنا فرصة عنا خط الغاز واصل للشمال تقريبا لانه جاي هذا كان اجى دائرة عمار اجى مشان يعطينا للمعامل. عندنا خط جاهز ممكن نستفيد منه. النقطة الثانية نحن فينا نفتح على اوروبا من تركيا. منيح؟ نقطة التأخير
صعبة هيدي على إسرائيل، ولكن ممكن يكون صعب شوية على قبرص. قبرص عندها نفس السوق مش هيك؟ ما عندهم المشاكل السياسية اللبنانية الداخلية، صح. ما عندهم النزاع الداخلي. أنا برأيي الخاص كاقتصادي، أولا عامل الوقت هو عامل اللي بيقولوا من يصل النجوع على الصيد بكير بيتوفق بالصيد. نحن الوقت ضدنا، أنا مع أنه يمشي المراسيم وبلش مناقصات هلأ، بس ما بدنا نتصور للعالم أنه شراك الشركات العالمية اللي جاية اللي هي 12 مشغلة اللي هي موجوداتها أكثر من 10 مليارات دولار، وهذه كتير منيحة اللي عملها الوزير ودفعت الشرطي الممتاز، يعني شغل كتير منيحة، والمساعدين أو الشركاء بالتعاون بده يكون كل واحد معه اثنين أصحاب حقوق، أصحاب الحقوق يعني هول شو بكون، لأنه هذا 500 مليون دولار موجوداته على الأقل. هول الشركات كل واحد كبير معه اثنين صغار. انا رايي هول يقومون مقام اداره الدوله اللبنانيه، هول بيرابوا اكثر ما بيشتغلوا، يعني اكثر ما بينجوا بيربحوا. ليه؟ لانه احنا ما عندنا بنيه تحتيه اداريه تراقب وبالتالي تكفي المواضيع. الشركات العالميه اللي جايه على البلد مش مجموعات خيريه، ابدا مش جمعيات خيريه، ما حدا يفكر الامريكاني الشل والتوتال، لا طبعا شركه استثمار اساسا، هاي شركه تجاريه وغيرها والاخرين، ما يفكر اللي بلشوا باسرائيل انه جايين جمعيه خيريه على لبنان، هياخذوا 40% يمكن ياخذوا اكثر يمكن ياخذوا اقل، مش عارف قديش النسب بعدين هذه بتبين، ولكن جايين على لبنان موضوع المزايده، جايين على المزايده وجايين لحتى ياخذوا حصتهم بالمنطقه انه يحكموا المنطقه. بعدين نحن ما ننسى عامل الوقت، وهذا بالاقتصاد، معلش استاذ زار رح تلميزه بالاقتصاد بس عم نحكي مفهوم. لا انا اول مره عم بتفق معك يعني. لا بالاقتصاد بالاقتصاد شو عم تقول انت؟ في توقعات من لبنان انه والله برميل النفط بده يطلع لل 130 و140 و250 وكذا. انا بقول انه ما في حدا يضحك علينا ويقدر قديش في كميات نفط وغاز في لبنان، ما حدا بيعرف، بس التقدير الأولي قال الوزير مرة أنه كانت حوالي 166 مليار دولار قيمتها، عندنا شي 600 مليون برميل نفط وعندنا شي هو بالتقدير هو بالتقدير لا بالتقدير بس لا هون صار في غلط بسفرين بس غلبت فيه مش هون الموضوع بس لا خليني معلي لا خليك أفكر فكرتك لأنه بلش كتير منيح بلش كتير منيح خليك أعمل فكرتك حطي لي 10 على 10 بالموضوع الاقتصادي. الصين عم هاجمة على الغاز وحتطلع كتير مش حتعوزنا. أمريكا عم تشترع الغاز وحتبيع كل المنطقة وحتفوت على أوروبا وما حتخلينا نفوت على الخط الأوروبي. كله هيدا عم ينتج وإسرائيل هون إسرائيل وكله أسرع منا. أنا برأيي الوضع السياسي في لبنان الداخلي، أول شيء عدم وجود حكومة سيؤخر الموضوع. الموضوع الثاني هو الأهم، انه انت في مراسيم ما حدا حيفوت يفوت شارك بمناقصه ومرسوم مش موافق عليه الحكومه، مش حيفوت يرفض يضبط نزاع مع الحكومه اللبنانيه او مع الدوله اللبنانيه. الوزير قال بده يعمل المناقصه لو صار في حكومه او ما صار في حكومه، هو اخذ راي من هي التشريع والاستشارات انه بيقله حق يعمل بمرحله تصنيف الاعمال هذا امر، هذا احد يعني العناصر اللي سيؤدي الى احجام يعني شركات تجي احجام الشركات، وقال سنلزم بما حضر، يعني مثل ما بيعملوا اجتماعات بما حضر حكومي بما حضر. لا 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 هلا ما تأولنا خلص اخذ وقت طويل، خلص صار دوري، صار دوري رح نعطيك دورك، صار دوري. انا قلت لك وعدتك خلص انا بتفرج عليك. طيب اوكي عملك هلا بدنا نتفرج كلنا سوا على الاعلان، نرجع نستمع الى ردك بالتفصيل. بريك اعلاني وليد. مساء الخير. الاكتشافات النفطية منا بمستجدة على منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فبمصر أولى الاكتشافات بدأت من 1961، أما بلبنان فالاكتشافات النفطية أقدم ومحاولات حفر الأبار بتعود لل 1937. ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا غنية بالنفط والغاز، فالتقديرات بتشير بحوض بلاد الشام إلى وجود 1.68 مليار برميل من النفط و122 تريليون قدم مكعب من الغاز، بوقت عدد سكان قبرص إسرائيل ولبنان عند حدود 17.2 مليون نسمة فقط. أما حوض دلتا النيل فالتقديرات للموارد النفطية عند 1.76 مليار برميل و223 تريليون قدم مكعب من الغاز،
ولكن مع عدد سكان بمصر وحده بفوق ال 80 مليون. وبلبنان ومن 1947 بدأت المحاولات الفعلية من تربل بالشمال مع شركة البترول العراقية، وتوالت بال 1953 بيحمر بالجنوب، ثم بعدلون والقاع عام 1960، وبال 1963 بتل جنوب، وعام 1966 بعبرين. وما اكتملت هالمحاولات وقتها لمشاكل تقنية أو اكتشافات ما اعتبرت بكميات تجارية. أما التنقيب عن النفط بالبحر فأولى المحاولات كانت عام 1976، ثم عام 1993 عبر المسح ثنائي الأبعاد 2D، ثم بأعوام 2000-2002 عبر شركة سبكتروم، وبال 2011-2013 عبر المسح ثلاثي الأبعاد 3D. وبحسب كل المسوحات يعتبر لبنان الأغنى باحتياطياته، حيث بتشير التقديرات لوجود بين كحد أدنى 12 وحتى 90 تريليون قدم مكعب من الغاز، وبين 54 وحتى مليار برميل من النفط بمياهه. بلغة الأرقام، إذا كان تريليون قدم مكعب من الغاز تقدر قيمتها بحدود 5 مليار دولار، ف12 تريليون قدم مكعب من الغاز بيساوي 60 مليار دولار، أي قرب الدين العام اللبناني اللي تخطى ال 63 مليار دولار، و25 تريليون قدم مكعب من الغاز قيمتها 125 مليار دولار. أما براميل النفط فإذا اعتبرنا أن سعر البرميل عند حدود 90 دولار وكحد أدنى لاحتياط النفط اللبناني 450 مليون برميل، فقيمتهم رح توصل ل 40.5 مليار دولار. أموال طائلة تتخطى حتى أفضل الأحلام. ولكن إذا كان لبنان أتم أولى المراحل باستدراج العروض وإنشاء هيئة إدارة قطاع النفط، بيبقى إنجاز الاكتشافات وتحضير الأبار، حيث بتوصل كلفة حفر بير واحد ل 150 مليون دولار، وممكن تستغرق سنوات، ووضع الخطط لإيصال النفط والغاز إلى مراكز التخزين واحتساب كافة التكاليف. أما بالمنطقة فأبرس منحت تراخيص للتنقيب عن النفط والغاز قبيل سواحلها، بالرغم من الخلاف مع الأتراك، وبدءا من هالسنة 2014 رح تبدأ الشركات الأجنبية بالتنقيب عبر 6 بلوكات من 13 بلوك بحسب التقسيم القبرصية اللي ممكن ترتفع ل 26 بلوك. أما بإسرائيل فأكثر من 500 استكشاف وحفر لا أبار سجل من 1950، وأولى الاكتشافات البحرية تمت عام 1990. ولعل أكبر وأشهر الحقول اللي أعلن عنهم بال 2009 هن حقل تمار وليفياتان. فتمار بيحتوي على 280 مليار متر مكعب من الغاز، وبدأ الضخ منه بنيسان الماضي، ووفر شهريا على الحكومة الإسرائيلية 270 مليون دولار. أما ليفياتان فمتوقع بدء الإنتاج منه بال 2015. إشارة أنه إسرائيل قسمت منطقتها البحرية إلى 45 بلوك، كما أعلنت أنها بتسعى لشراء سفن حربية ألمانية تحديدا لحماية منشأتها النفطية من أي تهديد. أما بلبنان فالتقسيمات الأولية لاحظت 10 بلوكات، بوقت تقسيمات خبراء لبنانيين وعالميين بتوصل ل 17 بلوك وحتى 30 بلوك مثل ما عم نشوف. فلماذا تم اعتماد العشر بلوكات بأقل من تقسيمات المنطقة، وبظل كل عدم الاستقرار الأمني والتفجيرات الانتحارية المستجدة؟ هل على الحكومة إضافة تكاليف حماية منشأتها النفطية؟ أيضا لابد من الإشارة أنه وبآب الماضي وقع وزراء الطاقة بإسرائيل، أبرس واليونان مذكرة تفاهم لإنشاء خط أنابيب لنقل الغاز بين الدول الثلاثة، ومرفأ لتخزين الغاز المسيل بأبرس لتصديره لأوروبا. فأين لبنان من حسابات هالاتفاقيات؟ تساؤلات كثيرة بتواكب إعادة أحياء ملف النفط بلبنان. هالملف يلي من 1947 تم تحريكه بمراحل وإهماله بمراحل كتيرة، فهل رح يبصر النور؟ طبعا قبل ما أعطيك الكلام بدنا نتشكر الزميلة جيسي تاد أسطون على هالتقرير، حقيقة يعني يلي بيّن أنه بالأرقام الفائدة الاقتصادية
للبنان. دائما يمكن منحكي ببعض المماحكات السياسية، ببعض الأوضاع الصعبة اللي عم نمر فيها، بس حلو كمان نضوي يعني بين 60 مليار دولار و 125 مليار كمان دولار. يعني في تحفظ على الأرقام شوي، منرجع نوصل على على كل حال يعني. بس بالمبدأ خلينا نقول أنه الفائدة الاقتصادية المرجوة اللي كتير كبيرة. شو عندك أنت أستاذ؟ بدي كمل من بعد الحكاية الأستاذ عدنان. أول شيء بقصة التأخير، صحيح لبنان تأخر بفعل كل العرقلات اللي حصلت خصوصا بآخر فترة، إنما الشغل اللي نعمل والإنجاز اللي نعمل بس الفترة القليلة حطنا على سكة سريعة. نحن بعدين لبنان عنده ميزات عن إسرائيل وأبروس. أبروس هي جزيرة معزولة بالبحر وإسرائيل معزولة بالبر. نحن موصولين بالخط اللي عم يحكي عنه الأستاذ عدنان، التقديرات الاقتصادية رح تكون انه الغاز الطبيعي لما عم بتبيعه بالانابيب رح يضل ارخص من الغاز المسيل، لانه المسيل المنشآت مع الوقت رح تزيد كلفتها وبالتالي كلفة تشغيلها، وبالتالي رح يزيد سعر الالنجي الغاز المسيل. اما الغاز الطبيعي غير المسيل فالمفروض يكون في استقرار للاستقرار بالاسعار بفضل انه او اذا ما كان في انخفاض للاسعار. وهون برجع باكد على ضروره الدخول الى الاسواق سريعا جدا، لانه كل كلام هيدا عم بيقوله كمان كل كلام بس وهيدا ما عم بيتحقق للاسف. نحن صرنا على مقربه من تحقيقه. القصه ما بدها كثير. أمر تاني حكي أستاذ عدنان، بدي أنا أرجع أكرر، الوزير حكي عن وجوب توفر عنصرين للسير بالتلزيم. واحد هو أكيد الحكومة ووجود يعني مجلس الوزراء، واثنين إقبال الشركات. يعني بنده صحيح اللي قاله أستاذ عدنان؟ لا، في طلب الوشيمة اللي منه صحيح. لا، الوزير قال وجوب. أنا عم برجع أكرر اللي كنت أنا وياك وجوب. كنت أنا وياك لما كان عم يحكي الوزير، لا دعيني يشكون شيء ولا عقلي بيشكي من شيء. الوزير قال استاذ طلب استشارة. أوكي، ما اختلفنا عن الاستشارة إني بس إذا في يعملها بظل غياب صحيح. عم قلك في عنصر تاني العنصر التاني هو إقبال الشركات. كيف تنجح المناقصة؟ الدولة اللبنانية أوقات كتير بتأجل المناقصات لأنه ظروف نجاحها ما تأمنت، لأنه ما أجوا الشركات. عم نرجع نكرر في ظرفين، هيدا ظرف وفي ظرف تاني هو توفر إقبال الشركات. هيدي شأن. بنرجع على ما ورد بالتقرير. ورد بالتقرير في بعض الأرقام قديمة شوي. هلا نتحفظ على الأرقام، نحن عادة قليل ما يرشح عنا رقم. وبالقبل حتى ما نفوت كمان بالتجربة القبرصية اللي بلشوا بتقديرات كتير كبيرة، وصاروا كل ما تقدموا بالاستكشاف يقولوا يعلنوا عن أرقام أصغر. نحن ما حابين بس في موضوع البلوكات يعني كتير كمان عم يسألوا موضوع البلوكات، إنه لا عشر بلوكات منهم 25 منهم 30. واصل عليهم بقى. في تقديرات شوي قديمة. نحن التقديرات بنسبة نجاح 50%، يعني بتعرف في المتفائل، التقديرات المتفائلة، التقديرات والتقديرات معدل وسطي، تقديرات وسطي الواقعية الأقرب للواقع، ما في الواقعية الأقرب للواقع، لأنه مثل ما بقولوا عطول إذا في عندك 10 جيولوجيين بكون في 12 رأي. فبالتالي نحن عم نحكي بالبروبابيليتيز بعلم الاحتمالات. لازم يكونوا اللبنانية أصلا كلهم جيولوجيين بقى علم الاحتمالات نحن عم نحكي. فإذا الأرقام اللي أعلن عنها الوزير هي 96 تريليون قدم مكعب و 860 مليون برميل من الكوندنسيت. حتى نكون هيدا هو نفط غالي السنة. لا أحسن بعد من النفط مركز يعني. هيدا النفط بعد أحسن من النفط الكرود. هيدا بقى هودي سعر هودي حقهم 1700 مليار دولار. أكيد مش كلهم ريكفربل، مش كله بتقدر تسحبه، بتقدر تسحب بأحسن تكنولوجيا اليوم 50% منه. بيرجع في حصة الشركات وبترول الكلفة وما إلى ذلك. بيفضل لك أنت الرقم اللي حكي الوزير بالإعلام 300 مليار لا 660 مليار. إنما هيدا الربح المتوقع أو النتاج العائدات للدولة.
للدولة عائدات الدولة عائدات دولة خلينا خلينا دايت تقدير لا عم نقول لك نحن عم نحكي بأرقام تقديرية عظيم قل لي عم كرر الأرقام 660 660 ب 45% من المساحة يلي تم تحليلها نحن معليش خلينا نرجع نفوت نحن لبنان هو الدولة الوحيدة بالعالم يلي أنجز مسح كل مياهه البحرية بثنائية الأبعاد وأكثر من 70% بمسوحات ثلاثية الأبعاد وأنجز تحليل أكثر من 45% من هالمساحة البحرية بهال 45% يلي أنجزنا التحليل هيدي نتائج التحليل هلأ البلوكات معليش لأنه خليني يمكن سمعنا أنا غزين يوسف كما يبدو أحسن ما يعلق بذهن طيب كمل أحسن ما يعلق بذهن المشاهدين البلوكات تم تقسيم البلوكات بشكل مبني على التحاليل الجيوفيزيائية بطريقة لتقليل أو تخفيض أكثر شيء ممكن المكامن يلي عم تمتد بين بلوك والتاني وهيدي كانت استشارة أو توصية هيئة إدارة قطاع البترول بعد دراسات معمقة مع الاستشاريين الدوليين يلي تعاقدنا معهم عملنا دراسات لتخفيف هالمشاكل اللي بتصير إذا في شركتين كل شركة اخدي بلوك وفي عندك مكمن بين اثنين بصير بدك كمان كونترايات يعني بدك عقود تقاسم بين اثنين عملية إغرائية للشركات يعني انت موافق عليا شيء انه عشب لوكات انا ماني خبير بهالموضوع بس بقول لك شو الموضوع انت بدك تعمل شيء إغرائي للناس وفي بلوكات حيجي عليها عروض كبيرة وفي بلوكات ما حدا حيقرب صوبها منيح لما انت بتعمل التكتلات اذا في وصل بين اثنين اللي بيحكوا عنه من عمل بالموضوع مكمن المكمن بين ريزرفوار اذا في شيء وصل الى اخره حتى ما يصير في خلافات عليها تقسم بالموضوع بس القصة اللي بقول لك هي انه انا من هلا عم اقول لك انه البلوكات في مشكلتين عليها المشكلة الاولى طريقة طرحها دفعة واحدة والمشكلة الثانية اللي عم يقولها الوزير انه بيطرحها بلش من منطقة بلزم منطقة طيب لا هلا لا طيب شو بده يعمل يعني بالنتيجة خلي سمعنا في تصوير غازي نرجع نستمع الى ردك مساء الخير استاذ غازي دكتور غازي انا مساء النور تفضل يمكن استمعت الى الحديث وعندك تعليق على بعض ما ورد فيه ايه طبعا اول شيء بحييك وبحيي ضيوفك كلياتهم شكرا انا متفاجئ اولا يعني الحديث اللي اليوم الطاغي بهذه الوزاره وانه عم بفرجوا انه هناك معجزه قام فيها الوزير باسيل الوزير باسيل طبعا له فضل كل الوزراء تعاقبوا على هذه الوزاره ولكن لا يمكننا ان نجهل او نحرف تاريخ الانجازات في مجال التنقيب عن النفط وفي وزارة الطاقة بالأخص إن كان كهرباء ولا مياه ولا غيره. خلينا نرجع شوي للتاريخ وأستاذ عدنان اللي يعرف هالأمور عن كسب لأنه واكبنا في الماضي. عندما أتى الرئيس الحريري عام 2000 إلى الحكم بعد ما أقصي سنتين هو الذي بدأ بهذا الملف لكي يكون ملف متكامل للتنقيب عن النفط في لبنان. وكانت أول معركة له في مجلس وزراء أن يقنع مجلس وزراء أن يعطي ترخيص لشركة سبكتروم بالقيام بالمدح الزلزالي الثنائي الأبعاد اللي كان يوم هناك تخوين للرئيس الحريري لهذا المشروع وحتى قالوا أنه هذه شركة إسرائيلية وعمالي والأخرى وأنا كنت يعني مسؤول مع الرئيس الحريري أنذاك في المجلس على القصصة وكنت أتواسط مع الله يوجه له الخير نائب رئيس الحكومة دولة الرئيس عصام فارس الذي اقتنع وأقنع الوزير الحود من أنه نقوم بهذا العمل فأمنا على أيام رئيس الحريري بالمسح الزلزالي الأبعاد عن طريق شركة سبكتروم كما أخذنا شركة عالمية أمريكية متخصصة وهي دوي بلمتاين لكي تساعدنا في وهي شركة يعني لوفرم قانونية حتى نقاوم هذه المنطقة وقمنا عن طريق يعني مجلس أعلى القصقصة مع شركة دوي بلنتاين بالاتصال بساوثهامبتون أوشينيك سنتر الذي قام بتحديد الحدود البحرية للمنطقة الخالصة
يعني يلي بدك تقوله انه قديم كل هالامر يعني. نعم. حصل على قبل. نعم. يعني عهد الوزير باسيل. اكثر من هيك بدي اكد لك انه تم كمان عن طريق السيد محمد حمزي بمعهد البحوث مسح زلزالي سنة 2002 حتى يشوفوا مكان الزلزال مش الزلازل. وأتى وعلمني ورئيس حريري أنه هناك مكان بالنفط والغاز. وذهبت معه من فرنسا وتوافقت المعطيات اللي وجدناها عن طريق المسح الزلزال هنا في معهد البحوث أنه هناك نفط وهناك غاز في لبنان. لدينا دراسة وموجودة في الوزارة والسيد علي بيعرف عنا مع شركة ECL اسمها Exploration Consultants إنجليزية كمان اللي حددت أنه في 25 مكمن فقط في 25 مكمن دراسي probabilistic اللي عبيت عنها سيزار خليل هناك ما يفوق 8 مليارات برميل نفط. هذه كانت مفاجأة لأن لأنه كان التعاقد مع الشركة لكي نقوم بتخمين المخزون الغازي طلع عنا نفط. بتذكر بعد مرأي رئيس الجمهورية فغانت رئيس أنا ذاك من الحوت يسألني شو قضية الغاز لأنه في نفط وكذا. وافقنا ذاي بطريقة يعني كانت شوي عشوائي أنه هو بيعرف عنه لكن هو طوص بيعرف. المهم من ثم أوقف هذا الملف أيام بعد ما استقالت حكومة رئيس الحريري 2003 وأتى الوزير أيوب حميد الذي أصر أن يأخذ كامل هذا الملف على عاتقه. يعني نفس الكلام بسمعه من سيزارة وخليل سمعناه من أيوب حميد وقال هو الوزير هو المختص هو اللي بيجي إيش قطع الخط طيب يعني عم بقول لك انه قديم هذا الملف وبالتالي قديم هالملف ليه كان عندهم لانه هن تغيروا كمان هن ما عدوا هن بهاي الوزاره عم بيقول انه بمطلع مشان هيك ما بتمشي المداوره كان على الموضوع لازم نستمر حتى خليني بس في اذا بدك كمل الموضوع التاريخي امر صغير اغفلناه كمان بالهيدا المسوحات في البر اللبناني. نحن كمان بدانا المسوحات في البر خلينا فقره لحالها يعني ما احنا بدنا نقول انه انا في عده تعليقات حقيقه يعني انا ما اخذت دوري حسيت بالكامل مظلومه خيال لا لا تاريخيا عاد الموضوع توقف خلال فتره بين 2002 و2006 عند ما اجى معالي وزير فنيش على وزاره الطاقه كان الموضوع متوقف. يعني كان متوقف عمليه اعداد قانون التنقيب عن النفط بلبنان كان متوقف عملية المسوحات الزلزالية ولأول مرة صار على عهده عملية مسح زلزالي ثلاثي الأبعاد. طيب. مع شركة يعني جديدة إجي خلية يعني أنه توقف شركة مبدئية من 2002 إلى 2006 تقريباً. يعني أو خفت وتيرته وبدأت أوكي. يعني عملية الإعدادية عملية حقيقة تكاملية مستمرة. أوكي. اللي بدي أقوله ملاحظات على التقرير يعني عادة من ناحية المصطلحات ما فينا نحكي عن اكتشافات ما فينا نحكي أبداً عن اكتشاف غير ما نحفر ويبين عنه. فهلأ كل المصطلح حتى نقرأ بكتاب واحد تقديرات. لازم نحكي عن احتمالات وهي الاحتمالات من قدرها ما بين احتمالات قليلة إلى واعدة جداً واعدة فواعدة جداً. يعني مثل ما قال الأستاذ سيزار نحن عم نحكي عن علم الاحتمالات probabilities يعني والprobability اللي هي عادة بيقيسوا عليها هي 50% احتمال 50% بتروح من الأقصى وللأدنى وبتعمل أنه بالنتيجة المعدل بس أيضا كمان يجب أن لا نشير كمان إشارة إلى التقرير دائما إلى موضوع الربط ما بين هودي المصريات وما بين الدين العام حتى ما نخلق التباس لدى المواطن. يعني يجب أن الثروة الطبيعية الموجودة عندنا لا تذهب إلى سداد الدين العام أو لا تذهب هذه الثروة الطبيعية في حال صار في إيرادات مالية عم تيجي منها لا تذهب مباشرة إلى الخزينة. لا هي يمكن هذا بيطلع يعني أنه تتبين للناس أنه الفايدة منها يعني أنه في حال أنه تم العمل على هذه الثروة النفطية وثروة الغاز أنه بالنتيجة عندك الدين العام فيك هو حضرتك بلشت لا لا أنا لا حضرتك بلشت بعبارة هل النفط نعمة ولا نقمة يعني نحن بالنفطات اللي موجودين عندنا رايحين لأي نموذج النموذج النرويجي ولا النموذج النيجيري يمكن نيجيري كمان عنده أكثر ما نعرف حالنا وين رايحين أنا حقول لك وين رايحين النموذج النرويجي بنعرفه النموذج النيجيري شو هو يعني النموذج النيجيري بلد غني جدا بالنفط لا وجود لا سياسة ولا لحكومة ولا لا تصدير تصور شو عم بصير نيجيريا يعني نيجيريا يعني شو عم بصير سرقات مافيات حصص موزعة بين السياسيين بين السياسيين فساد لغاية الآن نيجيريا عندها 18 مصفية
ولا وحده شغاله. اعطيك مثال. اذا بدنا نطبق النموذج اللبناني على قطاع النفط، ما بتشوف انه رايحين اكثر صوب النموذج النيجيري؟ لا بس رح تعطيك مؤشرات، لانه خد كل شيء بهالدوله حتى منزل كمان الامور. لا لا بمعنى خلينا بس بحكي وزاره ووزي، عم بحكي عن منطق هون، لانه منطق متكامل. نحن بدنا نستفيد من هالفرصه، سقفه الفساد بلبنان. هل بتمنى سيزار انه في يدير انه انا لا لا ما عم بحكي. استاذ سيزار اليوم موجود، بكره كمان انه موجود هون بهذا، ما نحن لا بدنا نخليه موجود، شو نديره منيح. انت بدك تخليه موجود؟ انا عم بتقنعني ما بدك مداوره. انا 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 لك شغله، بتعرف شو عم يصير مداورة بالبلد؟ خلينا نكمل قطشتوني. خلينا لك معي دقيقتين بس. بتعرف شو المداورة عنا؟ شو هي المداورة؟ قوم تقعد محلك. كل واحد بيجي بيزرع زلمه بالوزارة اللي بيجي عليها وبفل، بيجي الثاني ما بيقدر يشيلهم. تضخم بإدارة القطاع العام بدون إنتاجية وزيادة النقاط. لا بس صافي هلا، بس هلا صافي. حتى ما كمان تكون المسؤولية بالكامل عند وزارة الطاقة. هيدي المسؤولية، هيدي الموارد الطبيعية مسؤولية وطنية، الكل بده يكون شريك فيها، والكل بده يتحمل مسؤولية لحتى الكل وفقا للقوانين يستفيد من الإيرادات اللي بدها تجي. هعطيك مؤشرات، يعني مؤشر الشفافية الدولية، نحن 127 من 177 دولة. بمؤشر الثاني القيام بالأعمال، يعني doing business، نحن بالعالم 110، يعني لجهة سهولة ممارسة القيام بالأعمال، من 174 دولة. يعني اعطيك مثال، سريلانكا هي ترتيبها 85، احسن منا، احسن منا. حتى اقول وفي مؤشرات تانية، وعاده الشركات شو بتجي تسال، يعني انه ما نعتبر سريلانكا وكانه لا 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 ابدا ابدا، يعني هيدا عم بعطيك مؤشر، عم بعطيك مؤشر، يعني خلينا نقارن من دون احكي قيميه على تماما البلدان والدول. تماما. حتى اقول انه هناك مسؤوليه وطنيه جايه ماده ملتهبه، يا اما بنحرق صبيعنا فيها وبيخرب البلد وبصير مثل نيجيريا، يا اما بدنا نحسن ادارتها ونصير مثل النرويج. عم بعطي مؤشرات لتقول لك شو هي حالتنا. وزاره الطاقه خلال الفتره الماضيه اشتغلوا الشغل المناسب والكامل، بس هيدا القطاع وقت يجي مش بس وزارة الطاقة حتشتغل فيه ولا لا يا سيد عدنان؟ وزارة الطاقة شو الكي؟ وين الأشغال بدها تشتغل؟ وين النقل بدها تشتغل؟ وين المالية؟ وين الجمارك؟ وين البيئة؟ وين العمل؟ وين اليد العاملة؟ وين اليد العاملة؟ وين اللبنانيين بدهم يشتغلوا؟ وين التربية اللبنانية بدهم يتعلموا؟ وين المالية؟ خلينا نتعاطى مع الموضوع بفرصة حتى يكون ملف بيجمعنا، ما ملف يفرقنا. كيف؟ عظيم. لا بلش يفرق إذا ما بدنا نكذب على بعض. واضح إنه من خلال هيدا اللي عم بيصير حالياً، إنه إحنا عم نتفرق. عندنا مادة قادرة تجمعنا، بدنا سياسة وعلى مستوى وطني، على مجلس وزراء، أي حكومة بتجي بدها تاخد قرار على مستوى سياسي وطني كيف بدها تتعاطى مع هذا القطاع، وهذا القطاع كيف بدها تجذب الشركات، كيف بدها تواكب عملية في هذه السياسة مع هذه الحكومة. هلأ حاليا معالي الوزير لحد الآن كل الإجراءات اللي قام فيها من بتتناسب مع سياسة قطاع النفط المعلنة متخذة بمجلس وزراء، بالمناسبة بحكومة غير حكومته. يعني حاليا معالي الوزير بعده مكمل بذات التوجه منسجم، في استمراريه. نسمع لك، يعني ما دام رجع معنا النائب غزال يوسف، خلينا نسمع رايه بهالخلاصه اللي طلعت فيها. ايه دكتور رجعت معنا؟ ايه نعم. انا ايه تفضل. بعتقد العونيين ما بحبوني هذا الصحني وقطع لي الصوت. لا لا ولا عم بمزح. صحني وتاخذني على هيك برجع شوي للتاريخ حتى اقول شغله. ايه بس بدنا نتخطى التاريخ، يعني وصلنا الى الخلاصه يلي قالها انه سياسه انه الوزير باسيل تكمل ولا تنقض، شو رايك بهالامر هيدا؟ اول شيء هناك قانون النفط الذي وضع ايام الرئيس سنيورا اللي اخذوا انذاك الوزير طابوريان حطوا بجارور لسنين. انا بقول برافو على الوزير باسيل، طلعوا من الجارور ورجع وضعه. هذا تراكم شغل العمل طبعا، والحكم استمرارية تمام. لانه 132 عندما اتى الى مجلس النواب مثل ما تعرف كان في مشروع قانون قدم اقتراح قانون، يعني مواد كانت الاستاذ علي اشتغل عليها كانت بالانجليزي وتحولت الى العربي، ونحن ناقشناها في مجلس النواب وحدينا من بعض الامور اللي كان الوزير باسيل عم يجرب يحورها، واللي قال الاستاذ عدنان لمح لها انه ياخذ صلاحيات لهيئه اداره القطاع. هيدي اللي حاولنا نحافظ عليها، ومن ثم اصدرنا القانون. وتم بالنسبه بس نعم. سؤال برايك يعني تم الحفاظ عليها هيدي؟ تم الحفاظ على يعني بدي اقول 70-80% من القانون كما ارادوه النرويجيين في مساعدتنا للبنان، وتم تحوير القسم، ولكن قسم مهم جدا منه. لا برايك كان يعني هدف الوزير باسيل هو التحوير؟
يعني هدف الوزير دائما هل كان عم بقول انه بيعتبر انه هو الوزير يجب ان يكون المسؤول الحاكم بامر الله في هذه الوزاره. نحن اليوم تصرف الوزير باسيل بالنسبه لكل ما يعود الى هيئات ناظمه هو ضده. هيئة الناظمة مثلا لقطاع الكهرباء اليوم موقفها الوزير باسيل. الهيئة الناظمة في قطاع الاتصالات دمرها الوزراء العونيين. لا يريدون ان يكون هناك شفافية او رقابة ذات يعني مصداقية في لبنان. هيدا حيقلل في المستقبل من حظوظنا انه نحن نقدر نستثمر هذه الثروة. بالنسبة لهذه الثروة كمان اللي عم نحكي عنها، ليش 10 بلوكات مش 20 بلوك او 15 او 30؟ هذا سؤال طرحته وهذا سؤال صح. مهم جدا. نحن الخبراء اللي كانوا كنا نستشيرهم في الماضي مثل ما الاستاذ عدنان انه البلوكات لازم تكون كثيره ويجب ان يكون هناك يعني تزاوج بين بلوكات اللي هي فيها امكانيه وجود نفط عالي مع بلوكات ثانيه حتى ما يكون عندك كساد فيها. لذلك بتأمن أنه أنت تقدر تحصل على من يزيد أو على كل البوكيت اللي عندك. 10 هيدي أثارت عندي أنا شكوك عديدة ليش حصلت. لا برأيك طب لا برأيك دكتور غازي ما بعرف شو الطبخة، في عندهم طبخة معينة أنا من عارف شو هي، ولكن كمان ليش بدي استعجل اليوم وأين هي القدرات الاستيعابية من بشرية من بنى تحتية للبدء وإطلاق التنقيب عن النفط؟ مين عنا نحن قدرات جيولوجية ومهندسين في لبنان؟ أين هي الشركات التي عندها قدرات تقدر تقدم البنى المساعدة للتنقيب عن النفط؟ كل هذا عم نتجاوزه أكنه نحن حتى نطلع بهذا العلم ونقول أنجزنا وهناك معجزة اسمه جبران باسيل في هذه الوزارة. لذلك بقول يا جماعة خلينا ندرس على مهلنا هذه الثروة وطريقة استعمالها بطريقة مجدية، خلينا نتخطى خلافاتنا السياسية والتكابر اللي عم نشوفه، أنه هذا التجهيل لكل الإنجازات اللي حصلت بالسنوات الماضية. والأستاذ علي بالرؤية قاعد قدامك وبيعرف كيف راحوا على واشنطن وكيف أني حاوروا مع الأمريكان حتى قاموا العقوبات اللي عنا بالنسبة هذا العقد المعيب اللي كان موقعينه عيام الوزير أيوب حميد مع بيت البوت. يعني المشاكل اللي كانت ورتنينا نحن بالسياسي بمحاربة مشروع رفيق الحريري المائي لهذا البلد اليوم عم يفدوه العونيين وبرافو عليهم، لأنه اللي عم يعملوه اليوم هو اللي أراده الرئيس الحريري أنه نوصل له أنه نقدر ننقب عن نفطنا. اللي عم يعملوه اليوم بالكهرباء هو مشروع رفيق الحريري لإنشاء معامل كهرباء، وهيدا لا يتعارض ابدا مع اللي بدنا اياه. نحن عندنا تحفظات عن طريقه كيف تم ترسيه هذه المعامل، عندنا ملاحظات بس انه اذا مشوا بهالخطط الطموحه يعني هيدي النقطه تسجل لهم، ما هيك؟ تسجل لهم انه اكملوا فيها ولكن استعملوها عن بي 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 بطريقه يعني تثير الشكوك. 1200 مليون دولار انصرفت بالكهرباء، صرنا 8-6 سنوات ناطرينهم بعد ما عملوا شيء. الطريقه اللي عملوا فيها 6 سنوات ما انون طلع من خلال 2010. لا في خلص بقى في محل بدنا نجيب رح نجيب ايه. خلينا نختم معك دكتور يوسف لكن اذا كخلاصه عامه بقول هناك استكمال لعمل قمنا فيه مع الرئيس رفيق الحريري من عام 2001 اللي كملوا الرئيس السنيورة عام 2007-2008 مع النرويجيين. اجى اليوم عم يطفو وزير اسمه جبران باسيل عم بقول انا ربكم الاعلى انا لازم ابقى هذه الوزاره. بس المشكله ما راح تخلوه يقطف، يعني هذه القضيه. على كل حال بدي اتشكر، لازم لبنان يقطف. بدي اتشكرك على هالمداخله. قبل ما يرد انتوا دائما مختلفين بالدور انت وياه. لا بس لا قبل ما يرد بس راح اعطيه لانه من بعدها انا مش اكثر خلي حدا يحكي يعني شو بدك نفل من فل؟ لا في عندي تراكمات تجاوب عليها. يلا سجل تراكمات سكت الباقيين مصيبه يعني شوي. لا خليني خبرك هيك بس عم يعمل مقدمه طيبه. ورق شغلة الدكتور أشار لها هي عقد كان عملته الدولة مع بيكر بوتس مكتب محاماة كبير لا يعملوا قانون النفط بمليون ومئتين وخمسين ألف دولار. عاد ما جينا على الوزارة وكان في ارتباط مع هذا المكتب العالمي وشفنا لقينا هيك 3-4 أوراق إنه هو هن قانون وهن حقيقة يعني ما لهم قيمة، فاضطر الوقت
اضطرينا وقتها طلعنا على واشنطن لحتى فوضنا هيدي الشركة لحتى تحللنا من الالتزام اللي ممكن تعمل قانون بمليون ومئتين وخمسين ألف دولار وأنجز قانون التنقيب عن النفط حقيقة فضل يعني تعاون مع برنامج النفط من أجل التنمية النرويجي بصفر ليرة أو دولار على الدولة اللبنانية فحبيت أذكر هالواقع كما أنجزت للتوضيح ليس إلا والمراسيم أيضا أنجزت المراسيم أيضا بصفر ليرة لبنانية أنجزوا المسوحات مع 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 مداخيل عالية للدولة اللبنانية لا هون ما عليه يعني هلا اوكي نحن ولا مره جهل الوزير باسيل العمل اللي كان قايم فيه قبل ولا مره ما تشكر اللي سابقين واللي عاملين خطوات بالاتجاه الايجابي بس كمان ما يسمح لي شوي من 92 لل 2002 او 10 سنين ما عليك كان لو مزبوط ماشي عم ينجز كنا شفنا الانجاز بوقتها بعدين اثنين على قصة الهيئات مين غيرنا عمل هيئة إدارة قطاع البترول مش على أيام الوزير باسيل عملت كيف هو ضد الهيئات لا هو ضد تفريغ الوزارات ايه لا بدنا نرجع نحكي نحن دستور الطائف نحن الوحيدين اللي ما كنا موافقين عليه انما اليوم هذا الدستور واقع بس انه لا بدنا ننتزع نحن صلاحيات من رئيس الجمهوريه نحطها بمجلس الوزراء ونرجع نفرغ الوزارات تنحطها كلها بهيئات تابعه لرئيس ناخذ الصلاحيات يعني قوم تقعد محلك لا هي المنطق مش قبلانين ونحن الوزير هو في دستور لبناني بيقول الوزير هو راس القطاع وبالتالي هيدا قال لك عن البلوكات يعني عم بحط عليه علامات استفهام كبيره حول قضيه البلوكات بعدين حكي عن تعديلات كبيره حصلت بين اقتراح القانون ومشروع القانون لا بالعكس القصه اذا بتقارنون ما فيها هالفروقات ولا فيها التعديلات الكبيره اثنين البلوكات برجع بكرر هيدا اقتراح وتوصيه هيئه اداره قطاع البترول القائم على الدراسات وعلى التحاليل لما حللوا يا اخي لما كان في اقتراح ب 10 بلوكات الى اي حد في ثقه بالهيئه كمان هون سؤال لا معلش يعني البعض عم بيتساءل هون حاول لانه كانت محصصه سياسيه لا كمان لا كان في 632 يلي تقدموا جرى فلتراج جرى يعني تصفيه على عده مراحل وفي اي مبادئ وصل مبادئ الكفاءه فقط بقي بالاخر 18 بدك تقلي السياسه مفاتيح التعيين خيك لحظه خليني لا بدك تقلي السياسه مفاتيح خليني بدك تقلي المصالح السياسيه مفاتيح التعيين كل شيء بيطلع عن مجلس الوزراء من سويسرا انت كل شيء بيطلع عن نحن يوم ربينا ما بصير خليني كمل لا بس عم تحكي غلط لا مش بالسياسه تعينوا لا رو بالسياسه ومعاشاتهم بالسياسه الوضع لا قدام معاشات وتخفض عم تشو اسمه لا بس هذا موضوع عم نحكي قلنا عم شو اسمه خلينا نكمل حديثنا لا يعني نحن بدي بس اتمنى انه ننقل صوره كمان يعني كثير جميل المواطنين انه هيك حيكون مستقبل القطاع بدك تقول لي انه في حدا مش محسوب حدا ما اجى بالهيئه كان في 602 لا في عالم 248 واحد على الكهرباء مشان وطلعوا واحد من جاي من اخر الدنيا وكذا والاخير ما اخذوهم ما اخذوا حدا مشان خليني كمل هلا انا بدي معني فيها بموضوع التعيينات يعني بس تيجي لموضوع التعيينات انا معني فيها فبالتالي ما في ما حدا عين ما تم تعيين اي هيئه الا على ايام الوزير باسيل هيدي بدايه اثنين منشان قصه هيئه الكهرباء القانون 181 هو طلب هو علق القانون 462 وطلب إعادة تعديله وحصل هيئة لجنة وزارية برئاسة رئيس الحكومة ووزارة الطاقة أنجزت كل اقتراحاتها وبعده رئيس الحكومة بيودي بحطها على جلسة مجلس الوزراء فبالتالي لا التأخير بهيديك الهيئة منو شغل الوزير باسيل خلينا نرجع للبلوكات البلوكات لانه صرنا مقطوشين فيها كذا مره بقصة البلوكات يا اخي اذا كان عم يحكي عن 10 او 20 او 30 او 40 سنه 2002 سنه 2002 ما كانت متوفره للمسوحات المتوفره اليوم ولا التحاليل المتوفره اليوم فبالتالي تقسيم البلوكات مبني على اسس علميه بحت قلت يعني لك شو هي المعايير في توازن بداخلها وما بينها اكيد اكيد انا اكيد وبعدين يعني في جزء ثاني في جزء تاني انه بعد اول فترة استكشاف مجبورة الشركة تتخلى عن نص المساحة
فبالتالي هيدي لا اكيد لن يتم حجز مساحات كبيره لمده طويله او لمده العقد كله. بعد فتره رح خلاص. لا بعد في قصه البنى التحتيه. البنى التحتيه لا في موضوع مهم بالبلوكات سيزار لك في فرق حتى نقرا كمان نقدر نتفهم بحقيقة يعني نقدر نوصل لقواسم مشتركه. لا 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 حقيقة في فرق. خلينا نكون دقيقين من ناحيه المصطلحات وبرجع بركز لانه قطاع بده دقه. في فرق ما بين المنطقه التعاقديه يعني الكونتراكت اريا اللي هي بالقانون الجديد سميها البلوك. تماما قبل تاريخيا ايام يعني مثل ما كان الدكتور عم يحكي قبل كانت لا تقسيمات جغرافيه ممكن المنطقه التعاقديه تضم اكثر من البلوك. وبالتالي المعيار الاساسي اللي نحن عم نحكي عنه المنطقه التعاقديه تغير التعاقدية. يعني المعيار تغير. تماما المعيار تغير خلط مش فاهمين يعني عشان واضح يعني يعني سابقا كان ممكن المنطقه التعاقديه كانت تضم بلوك. وانا طلعت عليها الدراسه اعدها شخص خبير اسمه ألين تايلر. اي سنه هيدي يعني عدى بال 2003 تقريبا عن هون عن لبنان إيه؟ عدى سنه للمساحات كم منطقه تعاقديه كده هو يعني مش مناطق تعاقديه كان التقسيم كدرياج كان كدرياج للمياه الاقتصاديه اذا بدك تقسيم جغرافي كدرياج كل 10 كل 10 ديجريز ما هو انت بتعرف لاتيتيود ولونجيتيود بقى كل 10 ديجريز عاملينها مربع ومسمينا بلوك والمنطقه التعاقديه تتالف من عده بلوكات. هلا عندنا البلوك هو المنطقه هلا في راي عام عم نفوتوا بديتاي عم نفوتوا بتفصيل لا مش فاهمين شيء عم نفوتوا بتفصيل ما منه هيدا عم نضيع له وقت بس هي واضحه بس توضح في خلط بين بالبنى التحتيه بالبنى التحتية نحن لم نجهل ولا مرة قصة البنى التحتية وضرورة تهيئة البلد ببنية تحتية إن كان خطوط النقل نقل الغاز أو المنشآت البحرية أو منشآت البرية ولهيك أتمينا دراسة خط الغاز الساحلي يلي رح يربط كل معاملنا ورح يربط معاملنا ب منشآتنا البحرية ورح يربط منشآتنا البحرية ومعاملنا بخط الغاز العربي. هيدا دراسة أنجزت تأهيل الشركات أنجزت واليوم نحن القانون هو بمجلس النواب بانتظار إقراره حتى نقدر نبلش في البنية التحت في تأمين الموارد البشرية كمان هيدي ما 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 ما, ما أغفلناها بالعكس توجهنا لكل الجامعات حتى تبلش برامج لتحضير تحضير تقنيين لا مواكبة هالملف هيدا خصوصا وانه وضعنا شرط 80% يد عاملة لبنانية في كل الأنشطة البترولية. زيادة عن هيك نحن على طول عم نتوجه للجامعات والمعاهد التقنية انه كمان ما بدنا نوصل بوفرة او بطفرة من المهندسين البتروليين والمهندسين الجيولوجيين وبالاخر ما يكون عندنا تقنيين. فبالتالي كمان قصة تأهيل التقنيين الكفؤين للعمل هيدي عملوا ليها أهمية كبيرة واحد. في بعض أمر استراتيجية التلزيم لأنه كمان هاي أستاذ عدنان حكي عن استراتيجية التلزيم لا رفع الوزير استراتيجية تلزيم هي بعرض 5 بلوكات للمزايدة العالمية وتلزيم ماكسيموم 4 مينيموم 2. هيدي الاستراتيجية اللي عرضها والأمر على طاولة مجلس الوزراء بس في خلاف حوله هيدا الأمر وخلاف مبين السياسي بامتياز حتى بين الحلفاء هيدا الأمر يبت على طاولة مجلس الوزراء بتم لأنه القرار لمجلس الوزراء نحن عرضنا شو منشوف مبني على دراسة علمية جيولوجية ومبني على دراسة اقتصادية. يعني أنا إذا عندي 12 كونسورتيوم انا مجبور وفر منافسه حتى اخذ احسن 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 شروط لازم يكون في منافسه. يعني احنا قاعدين على 4 كراسي ونحن 4 اذا كانوا 8 بصير في عنا شواء اكبر بصير في عنا الخيارات شو سنه 8 معقول حدا يفهم شيء بقى هيدي لا عمول اذا كان في 4 كراسي 8 كراسي ونحن 4 معليش هلا قصة بعد في نقطتين لا عم تدعى الدكتور ايه في امور تعلق بذهن الراي العام مجبورين نصفيها بنقطع بسرعه بنطلع معي يلا بس عجل فيهم لانه قصة التمهل هيدي قصة التمهل والتأجيل شفناها بالحكومات المتتالية كل مشروع قانون بدنا نأجله تنعرضه على مجلس الوزراء وبعدين بدنا تنحيله على مجلس النواب
كل مرسوم بدنا نعمل 100 مشكله تنحطه على جلسه على على جدول اعمال مجلس الوزراء. هيدا التاجيل والتاجيل والتاجيل نحن بخلينا نطرح علامات استفهام. هيدا بمصلحه مين اليوم تاخير استفهام؟ مين كان عم بيأجل بهالحكومه؟ حكومه ما هيدا انه هيدا كمان حكومه مين؟ لا ما بدي فوت بهالتفصيل لانه الكل بيعرف انه كل الاطراف كانت ممثله بالحكومه. معلش معلش كيف يعني كيف؟ معلش لا كيف كان ما فهمنا شو هلا واصل من الضيعه حاط السله برا مش عارف ايش مين كيف كان مثلاً؟ اول شيء هذه حكومه اجت اول شيء حكومه اجت طيب هلا خليني نكمل هون بنرجع لنقاش السياسي برجع بس سياسي عم لك مين الحكومه انا سالتك سؤال بقى نحن انا انا بقول التمهل عندك عم تتهم يلي مشاركينكم بالحكومه التمهل استاذي خليني كمل بالنقاط نصفيها بنرجع قد ما بدك بنفتح مواضيع تاني. التمهل هو نحن المطلوب نحن ما انه شايفينه الا لضرب القطاع حتى نخلي دول تاني تسبقنا على الاسواق حتى تخسرنا الاسواق. مين بده يضرب القطاع؟ اتهام كثير كبير. مين بده يضرب القوى السياسيه يلي انتم مشاركين معها بالحكومه في 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 مصالح؟ خلينا انه بلشنا باول حديث وضيعنا مثل العاده السيئ حكينا عن العرقله اللي عم تصير بحد الادنى لحرمانك من الانجاز وفي بحد الاقصى في دول متضرره من دخولك على السوق النفطي وهيدي الدول عندها ارتباطات بين داخل وخارج وعم بتعرق. هذا اتهام كثير كبير. ايه كبير وانا يعني ونحن عنده سمي شي طرف داخلي برايك انه عنده هذا الارتباط بقوه اقليميه او قوه دوليه وعم يتصرف وفق هالاجنده هيدي. انا عم بطرح اسئله في راي عام شاهد على كل السياق التاريخي للامر وهو بيحكم. بعد في نقطة حكي عن الكهرباء كمان ما فينا انا بوزارة الطاقة وحكي عن الكهرباء دكتور يوسف عن المعامل وحكي عن 1,200,000,000 و7-8 سنين صرنا بنصرف فيهم. قانون 181 ب 13 تشرين 2010 بعد 7 أشهر صراع بمجلس النواب كان بعد ما أقر القانون كانوا بلشوا يحكوا عن التلزيمات وعن العمولات وعن ما إلى ذلك. اليوم أقر سنة 2010 تلزمت كل مشاريع بخطة الطوارئ تلزمت تحقق وفر يعني جينا كل حتى تحقق وفر من 1772 مليار ليرة اللي عم يحكي عنهم من بعد التلزيمات. اثنين حصلنا على على على, على قروض بنص الفايده تبع اللي بتحصل عليها الدوله اللبنانيه بسندات الخزينه. فبالتالي كل هال ان كان من البنك الدولي او كل المؤسسات ان كان المنحه او غيرها كانت عم تتعجب من الاسعار اللي قدرنا حققناها بدفاتر الشروط وبالجوده يلي طلبناها. فبالتالي هيدا كلام عن طريق لا رح ارجع اسمع لك يعني بعرف انه كمان سجلت عدد من الملاحظات بس هناخد فصل اعلاني ثم نستمع الى ملاحظاتك. استاذ عدنان كنا عم نحكي عن موضوع الهيئة المتعلقة بقطاع النفط وكان عندك يعني انه تعليق بالنسبة انا اول شيء عندي تعليق اكثر من تعليق على الموضوع حقيقة بس ما رح فوت على موضوع الكهرباء لانه انا لا ما بدنا نفوت ملاحظات على موضوع الكهرباء كثيرة ولكن مش وقتها يعني كاتب لي 58 مقال حتى دراسة اللي وضعها الدكتور باسيل تلفن وضعها وقال لي ما تواخذني في كم فقرة من اللي انت كاتبهم اخذينهم من هذا بس من الكتابات يعني بس انا بقول اعمل لك شغله واحده هي ما حدا بيتعين بلبنان اذا ما عنده مرجعيه سياسيه ومسنود سياسيا وطائفيا منيح ما حدا بيتعين بلبنان لا بالهيئات اللي جابها الوزير باسيل ولا بالهيئات اللي بده يشيبها غيره. هلا نحن محكومين بالطائفيه ولكن اذا واحد من طائفه معينه عنده كفاءه عاليه ما وراه حدا ما بيتاخذ واحد عنده كفاءه اقل شوي من طائفه معينه بالسياسي بيتاخذ. هذا موضوع قديش اخذ جد الموضوع الهيئة؟ قديش اطرحنا وجينا وزيارات وما بعرف شو الى اخره حتى تعينت وركبت الهيئة؟ اوكي حتى صار في اعتراض على الرواتب تخفضت الرواتب المخصصات من 30 مليون ل 20 مليون الى اخره. انا بتقديري
أحد المرض الأساسي بالإدارة اللبنانية هو إنه التعيينات والتلزيمات. كل وزير بيجي بيزرجماته حتى اللي صار بأي إدارة. هاي نقطة معلش بخالف خي سيزار فيها وعلى عمياني بقولها، وأكيد أكيد مثل الفواتير تبع اللي بتروح على الصحة ومراقبة الأدوية فيها 30% هدر، يعني إنه هذا نقطة. الموضوع الثاني اللي بدي أقوله موضوع عملية النفط في لبنان، ليش إنه ما بتركب؟ ما بتركب شو يعني ما بتركب؟ ما بتركب بالمعنى بدون يعني إنه تمشي نحن نصير النرويج، ما حتمشي. السبب شو رح نصير نيجيريا؟ أو ما رح نصير نيجيريا؟ حلو النموذجين يلي قدمته مش حلو الانهزامية ممكن يكون سريلانكا اللي أسابقتنا بالتصنيف، يعني ممكن يكون. بس لحالك هي شغلة بسيطة، نحن في عنا نعمة وما فينا ما نربط بالوضع الاقتصادي أهمية القطاع. هذا القطاع إذا كان حطيت حامضة منيحة بمحل خضرة بتصفر بصير طعمتها طيبة، إذا حطيتها بمحل في شمس ضربته بتنتزع، مش هيك؟ أنت شو بدك تعمل؟ أنت بدك تستفيد من هذا السرية، بدك تستفيد. هذا التعاطي السياسي سواء اللي معترضين على الوزير أو المؤيدين للوزير أو الأقراب من الوزير أو حلفاء الوزير أو اللي حول الوزير، الوزير مش لبيه، مش هو مرت بيها الوزارة، هذا النفط للبنان، لجيل لبنان، لأجيال لبنان. هذا اللي عم يحكي عنه. نحن عنا سبق مرض بالبلد سياسي وطائف، وهو هناك سباق دائم بين من يضع حجر الأساس ومن يقص شريط الافتتاح. مصيبة عمية، هي المصيبة. الإنجاز مش للبلد، مش عم يصير هيك. لحتى تلاقي ناس رجال دولة يشتغلوا بهالموضوع صاروا قليل بالبلد، صاروا قليل كتير. أنا خوفي ما يتحول هذا الموضوع، ما في بلد بالعالم بصير فيها تلزيمات وقطاعات وبلوكات كبيرة وفيها مليارات ما فيها عمولات، بصير عمولات تحت الطاولة فوق الطاولة اللي بدك إياه بالكهرباء وبالنفط وبأي شيء، أي شيء بالأشغال بدك إياه. ولكن برا من هيك هلأ التسابق، يعني ايه انا برأيي احد عناصر التسابق السياسي على الموضوع، مش عم بحكي ما عم شكك بحدا التسابق السياسي. سألني احدهم قبل ما يشكل وزارة من زمان وصديق من احد الاصدقاء، قال لي واحد وزارات شو؟ قلت له في اربع وزارات رح نضل نتخانق عليهم بالبلد. امتين اي وقت؟ ما رح لك امتى مشان ما تعرف مين. قلت له في اربع وزارات دار فيها. لا هو كان قصده انه كانت ورده بوقتها، كانت ورده يوصل لك كانت ورده هذيك. قلت له كانت، لا كانت. قلت له هذا امبارح حديثي طاقه. اوكي والاتصالات والصحه سامعني هلا اقل شوي. الماليه اساسيه وزاره الوزارات، بس هي هون المصفيه الاساسيه. هول الوزارات اللي بتعاطوا مع العالم مباشره، بقيت 5 جماع سنة 2009 هالوزارة ما حدا بده يتقذفوها الكتر. لا 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 حلق شغلة هالمعلم معلي هذا بعد السؤال معلي. خلينا طيب بعد السؤال الاقتصادي لا ما بعتي نقطة يلا نقطة لأنه معنا أستاذ رودي بارودي عدل كمان بيحكي رودي بارودي عدل بيحكي عن الكهرباء هذا يلا لا لا ما في كهرباء اللي لنفطه الموضوع بالموضوع اللي خفضوا بالتلزيمات بموضوع التلزيمات الكهرباء. أول شيء ما نسينا قصة البواخر وتعطيلها، ما نسينا قصة المعامل وتعطيلها، ما نسينا قصة تعديل مواصفات معمل دائرة عمار وتلزيم وتقصير الميدان 160 كذا الأخري. وفرنا صحيح، ولكن هذا سيقع بمشكلة أخرى حتكون موضع انتقاد. يمكن يكون هذا صعب منيح سليم، بس أنا عملك حكون موضع انتقاد. خفضنا وغيرنا الشركات بعد ما عملنا مناقصات. أنا الخوفي أنه الشركات اللي جاي جديا كبرى تتفوت على المناقصات. عن اي مناقصات عم تحكي هلا؟ بس انا عم بحكي عن مناقصات بكل انواعها وبما فيها النفط. لا بما فيها النفط بما فيها النفط بزين الراي العام نرجع نحكي. ما راح يجوا شركات الكبرى اذا هذا الوضع السياسي كما هو من جهه، واذا وضع المنطقه كما هي. استاذ دودي مساء الخير. مساء الخير استاذ وليد. استمعت للحلقه اول شيء؟ نعم إيه؟ نعم شوي. وبالنسبة إلى هيك كل الضيوف الملاحظات يعني اللي أبديت، يعني برأيك إنه ما يحصل اليوم بالنسبة لقطاع النفط ماشي على الطريقة الصحيحة أو في تساؤلات وثغرات فيه؟
أول شيء لازم الكل يتفق في بين 8 وبين 14 إنه هيدا ملف لازم يجمع لمصلحة الكل. بوافق معه للأستاذ عاق حلالي إنه هيدا لازم يكون خير ومش هاي كيكرز. وبدي بس أقول شيء إنه بالنسبة للماريتايم أوردرز اللي صارت مع إسرائيل، هي نحن بعدنا نحن موقعين مع United Nations Law of the Sea Cyprus is، بس إسرائيل بعد بقى شو ما بعدنا نحن على United Nations it's very good، بس إنه هني بعدهم مش مسترفين ومش موقعين لل United Nations Law of the Sea. This is one. يعني هذا توضيح للي قاله أستاذ علي. لا نعم. هو حقيقة مظبوط أنه الإسرائيلية غير أعضاء بيه. أوكي. ومع ذلك فقد أودعوا الأمم المتحدة كتاب بحدودهم البحرية. عظيم. طبعا من غير أي قانونية. تاني ملاحظة أستاذ زودي. تاني ملاحظة أنه أهم شيء اللي الناس ينحكك فيه هي أنه لإنشاء شركة نفط وطنية بأسرع شيء تقدر تواكب الهيئة بالشغل. الهيئة هيئة استشارية ولازمها دعم. الدعم يعني جيولوجية، مهندسين، أوبريشن، سيرفير، الدريلمان وذهولات. وآخر شيء اللي بيبعد الشركات عن أي مناقصة مثل ما الأستاذ عدنان قال أنه مش بس أنه الصبغرات بالمناقصة يما بالفيسكال بيرمز، هو التجاذب السياسي. لازم 8 و14 يقعدوا كلهم متفقين على هالموضوع ويبعدوا الاقتصاد على هالقطاع المهم. بس هو التجاذب منه بس بين 14 و8 اللي في عندي اياها الارقام اللي في عندي اياها اكبر بكثير من اللي في عندنا اياها، وهيدا خير بقى. لازم تنجتمع الكل نكون مع بعضنا فيها ان شاء الله. بتشكرك سيد زودي بدودي على هالاتصال، بس بدنا نقول يعني انه حقيقة هون يمكن الاختلاف في وجهة نظر منه احيانا بين 8 و 14 عم بيكون مثلا داخل الحكومة يلي هي بين 8 وسطيين. سيد وليد بس انا بدي اسأل سؤال ما حاحكي يلا اسأل سؤال. سيد سيزار، بضمن الشروط الموضوعة في 12 شركة مشغلة وحوالي 30 شركة غير مشغلة، 34 غير مشغلة، حصص فيها هل هناك إعفاءات أو تسهيلات للشركات الوطنية للدخول في هذا المجال وتمييزها عن الشركات الأجنبية المشاركة في هذه الأمور؟ قديش أعطيت؟ هل أعطيت 10% كأفضلية عن الشركات الأخرى اللي بتقدم؟ في 10% و 5% بحسب إذا عم يعملوا سيرفيسز أو عم يعطوا أو عم بيقدموا. هذه قصة كتير مهمة للشركات الوطنية. أكيد. هيدي وردت. هل حددت النسب؟ مثل ما بعرف أنا بالقانون يعني الأنظمة العالمية بتقول إنه الشركات اللي بدها تاخد التزامات ملزمة إنه تشغل 80% من القوى العاملة. صحيح. ما هي قلتها أنا. هيدي موجودة ما هيك. هل موجودة بالشروط عم بحكي؟ أكيد. هي موجودة. عم يقصد عن شركة النفط الوطنية. نعم. مش لا. شركات التوريد. لا لا لا. لا لا. شركة النفط الوطنية اللي غير الخدمات. لا غير. في شغلتين. في خدمات وشركات. طمن ضيع مع إنه في كمان نقط لأنه وردت، بس رح نجاوب على هاي بس بنرجع شوي لورا كمان. واحد بالنسبة للشركات اللي عم يحكي عنهم 46 شركة الأستاذ عدنان، هودي واجب عليهم باليد العام يكون 80% لبنانيين. هلأ التعاقد هني مع شركات السيرفيسز، شركات الخدمات وكل الشركات لهذا، وحيلا عقد إن كان استيراد بضاعة أو استيراد بضاعة للشركة أو عقد خدمات للشركة، في أفضلية للشركات اللبنانية بنسبة 10% أو 5%. صحيح. هيدي نمرو 2. نمرو 3، في حتى كل عقد أكبر من 10 مليون دولار أو أكبر من 5 مليون دولار بالسنة كمان بده يخضع للموافقة منشان التأكد من أنه الشركات كمان اللبنانية هي عندها أولوية. أما بالنسبة لشركة النفط الوطنية تنفوت عليها دغري لأنه بذات السياق شركة النفط الوطنية هي أمر أكيد واجب إنشاؤه، إنما باستراتيجية التلزيم كأول مرحلة أول دورة تراخيص لن تكون هناك شركة نفط وطنية إنما منشان دورة التراخيص
الثاني لا، ما نحن بحاجة لبناء أو بناء الخبرات اللبنانية حتى نقدر نستقطبها يعني بهالشركة. في موضوع قانوني بالنسبة لشركة النفط الوطنية. هو حقيقة خلينا نفرق، خلينا بس نشرح للناس كيف بتصير العملية. يعني الدولة عبر مجلس وزراء، يعني بناء على اقتراح الهيئة بيطلع الوزير لمجلس وزراء عندما يصير في تلزيم للشركات، وبيلزم كونسورتيوم غير مندمج، يعني مش شركة واحدة، متعاون غير مندمج. هو ثلاث شركات لازم يكون على الأقل في واحد شركة مشغلة واثنين أصحاب حقوق، هو هني شركات النفط. بالباك أوفيس وراء بده يكون في تعاقد، مجموعة تعاقد كبيرة مع شركات بتقدم خدمات نفطية. هو دي اللي عم يقصدهم أستاذ سيزار من حيث حيازتهم على أسعار تفضيلية عند المنافسة. الموضوع المرتبط بإنشاء شركة نفط وطنية ترك بالقانون الموارد البترولية بالمياه البحرية عند حصول اكتشافات تجارية واعدة. رسمية بدها تكون شركة؟ طبعا شركة وطنية رسمية. رسمية يعني ما فيها مساهمات من قطاع خاص. بالمبدأ 100% من حصتها، طبعا لم يضع نظامها بعد، بالمبدأ 100% من أسهمها بتكون للدولة اللبنانية. بس عنقول شرط إنشائها بنص قانون الموارد البترولية بالمياه البحرية 132 هو وجود اكتشاف تجارية كبيرة، روبست كوميرشال ديسكفرز. بينما بمشروع القانون الجديد اللي له علاقة بالتنيب عن النفط بالبر لم يشترط وجود اكتشافات تجارية كبيرة من أجل إنشاء شركة النفط الوطنية. قال إنه من خلال الدورة التراخيص الثانية، لأنه بتعرف كلفة التنقيب بالبر هي أقل، وترك الموضوع من أجل اكتشافات تجارية كبيرة للبحر من أجل مثل ما قال لبناء القدرات الوطنية من أجل القيام بهذه الأعمال. أستاذ علي نقطة تانية، هل ممكن أنا بعرف إنه في شيء كمل معك أستاذ عدنان، رح كمل معك، بس معنا كما يبدو البروفيسور محمد سيف الدين سلمان وهو مستشار في التخطيط الاستراتيجي معنا على الخط. مساء الخير بروفيسور. مساء الخير، كنت بتمنى إنه شارك الأعزاء الضيوف عندك بأشغال إيجابية أكثر، ولكن اللي سمعته مؤسف إنه أنا هلأ بقدر شارك الصحفي أكثر ما بشارك المستشارين القاعدين، وخاصة الدكتور علي، عفوا الأستاذ علي برنو اللي قعدت أنا وياه عدة قعدات. لا بشو بتقدر تشارك أستاذ عدنان؟ أنه الأستاذ عدنان ملم أكثر من غيره. إيش؟ شكرا. هذا تقييمك؟ أثار كده بس بروفيسور بس ملاحظة شكلية، أنت مدور تلفزيون حدك؟ ايه صحيح. فيك توطي صوته لانه عم يعطي صدى؟ ايه اكيد. يلا ايه تفضل. المواضيع اللي قالها الاستاذ بارودي قبل شوي هي اساسيه. هلا نحن بحاله عرس، ما بعرف مين اول شيء اللي حيعمل العقد، من صفقات صغيره لكبيره ل يعني مقاعد يعني مقعد نيابي هون وهونيكي وسفر لهون ولهونيكي. الخلاف ما بيننا وبين دولة إسرائيل الغاصبي لا زال خلاف جدي اللي أثاره الأستاذ عدنان. نحن ما فينا نلزم إذا كان بالمناطق الواعدة من خلال القانون الدولي لحد هلأ ما في رؤية صحيحة. وطبعا القانون الدولي اللي تفضلوا أشاروا له الضيوف أنه في عندك قانون اسمه يوناكلاس بيعطينا الأولوية لنقدر نطالب بحقنا، وهذا حق حتى الأمريكان نفسهم وافقوا على حق في المنطقة اللي فيها نزاع. في عدة أساليب إذا صح التعبير أو طرق لنقدر نحافظ على حقنا ونكفي شيء، ولكن ما في أي نوع من توجه الصعيد هالدولة اللبنانية. أقل ما يكون عمل لجنة وزارية من وزير خارجية لوزير طالع وزير اقتصاد يتابعوا فيها. يعني بهذا الموضوع كله بروفيسور، يعني بهذا الموضوع ما نشغل كما يجب. أكيد ما نشغل كما يجب، لحد هلأ الآن ما حنا عم نشتغل كما يجب. يعني أنا برأيي الشخصي خلي لنا شو هي كيف كما يجب يعني. بلبنان خلاف الحكومة على هذا الحقب على الحقيبة هاي، وكله بدور على الموضوع هذا. ولكن الشعب اللبناني مع احترامنا لكل الآراء وخاصة رأي فخامة الرئيس إنه صلوا 100 مليون، الله بيعرف قد صلوا هلأ، ومعلش فينا نطول بالنا، مش ضروري اليوم كل واحد بده يعمل يعني ايش بسموها. انا اللي سمعته اليوم في ادفرتايزمنت كامبين I did it، انا عملتها، هداك بيقول لك لا انا عملتها، انا بلشت فيها، لا هداك بيقول لك لا انا اللي الحق، انا اللي بدي وضح. بسألنا شو هو اللي يجب ان تعمله، ماذا يجب ان نعمله، يعني شو ما نضيع وقت لبنان بالخلال يونا كلاز
من الضروري يكون الأولوية عندنا قبل ما نلزم وقبل نبلش نحكي بالأرقام. وما تأخذني على طبيعة حكي، أنا من بلد من البقاع، ومع أنه أخطأت اللي قالت أنه تربل بالشمال هي بالبقاع وكمان سحمر بالبقاع، ولكن أنا من البقاع ومش مستار، ولكن ما جيني شيء ديركت. ولكن لبنان لحد هلأ بعده ما عمل أجندة لأخذ القرارات الصحيحة بها الثروة الكبيرة كل هلأ. طيب تكريم عم يسأل، أستاذ علي بروفيسور، عم يسأل أستاذ علي شو لازم تكون هالأجندة، ما هيك؟ أو ماذا يجب أن نعمل؟ يعني شو الخطوات؟ كيف بده ينمشى؟ أنا قاعد أنا أستاذ علي لفترات عدة، الحمد لله اكتسبت أنه تعرفت على الشاب الطموح والفهيم اللي عنده قدرة وإلمام بالتفاصيل. ولكن فيه لازم يكون فيه بلبنان لجنة بقالة فيه من عدة يعني من عدة وزارات، وبقالة فيه من كذا وزير، لانه هذا البال او الثروه للكل مش لجانب واحد وطرف واحد. وانا بدي مرق شغلي، اذا بدي نعمل مجلس وزراء من الضروري من الاوائل على يعني انه نعمل لجنه على في مثلات متابعه بالامم المتحده. اول شيء اللي عم نحكي على يونكلاز، اسرائيل مش عضو. الشغله الثانيه، نحن قلنا حق نطالب بحقوقنا من خلال في تريبيونال فور انترناشونال لاو اوف سي، كمان نرفع دعوه على اسرائيل. وفي كمان شغله ثانيه، نحن بال 1901 فينا كمان نقول لها تفضلي ليونيفيل اللي يتملصوا منا، تفضلي رسمي الحدود. كل ما عمل بقدر بحكي معك لساعه ساعتين على برايك يعني بروفيسور، هودي اللي ما عملوا، هودي اللي ما عملوا رح ياثروا على موضوع التلزيمات؟ انا بحب اقول اكيد، مش رح اقول كذا اكيد، اكيد وحده. المعنى بالحديث انه الدول الكبيره، وبدي اقول شغله هي لها علاقه بالجيو استراتيجية، من الضروري الشعب اللبناني اذا نحن عم نخاطب الراي العام، بدون الدوله العظمى اللي اسمها روسيا ولا ممكن يطلع نفط، عفوا غاز، بديش احكي بالنفط. روسيا هي الدوله المحتكره الوحيده في العالم، 46% من الغاز بيفوت على اوروبا هو بتصدره روسيا. روسيا عملت عقد مع غاز برام، عملت عقد مع اسرائيل لتسويق الغاز الاسرائيلي. يعني نحن ما فينا نكفي بدون اتفاقات او تحالف جديد اذا صح التعبير. وانا هون بدي برق تمريقه، انا حقيقه لبناني وبعترف انه كمان امريكاني، ولكن انا بشرفني انه عندنا مقاومه راد على الاخر ما يفكر انه يقدر يتعدى على حقوقنا وعلى ثروتنا. هاي شغله ايجابيه. يعني انا بديش روح الحراميه الموجوده بالعالم ما يفكروا على بكره في عرس وعلى بكره فينا نعمل عرس ونوزع الهدايا، لا. هي العمليه 10 20 سنه لاخذ الخطوات الصحيحه لاجل التوجه الصحيح اللي حد مع يعني مع واضح. البروفيسور محمد سيف الدين سلمان، بدي اتشكرك على هالاتصال، بتصور يعني انه كان في اضاءات حلوه على عدد من المواضيع. تفضل. انا حقيقه بدي اقول انه بما يتعلق بالحدود البحريه حاليا، لبنان قام بما يجب عليه القيام وفقا لاتفاقيه قانون البحار، يعني بالقانون وبالتالي ما هو يعني يعتبر من قبل يعني العدو لا يعدو كونه مزاعم فقط. واللي بيساعد على هذا الموضوع، لا ما عم نحكي عن مزاعم، عم بيحكي عن الآلية، عم بيقول انه كان لازم يكون في لجنة مزاعم، عم بيحكي عن موضوع، عم بيحكي قانون دولي، عم بيحكي موجبات تجاه القانون الدولي. انت الان الكيان الصهيوني غير عضو باليونيكلاس، وين بدك تروح؟ قادر تاخذ قرار من مجلس الامن بتحويل هذا النزاع لمحكمه العدل الدوليه؟ هذا الحل. اذا اخذت قرار من مجلس الامن، ولازم يكون قرار وفقا للفصل السابع لتحويل هذا الموضوع لمجلس الامن يكلف محكمه العدل الدوليه، بتكون حلتها. هل قادر تاخذ هذا الشيء؟ لا. فاذا انت عملت واجباتك، انت اودعت الامم المتحده قائمه باحداثياتك، طلعت قانونك، قلت هيدي حدودي. بيساعد على هذا الشيء اقبال الشركات على بلوك رقم 9. يعني بلوك رقم 9 وباكد لنا اساس سيزار انه هو من البلوكات مع الشركات، مع هيدا هيدا كله خليني اقول مشكل عقد، هيدا في مشكلة، انما لن تحول، لن تكون مانع. يعني انا بدي اقول شغله حتى يعني نعطيه الموضوع حجمه، لا انه نستهين فيه ولا انه نكبره كثير. عندنا دورة التراخيص، هي دورة التراخيص ماشيه وفيها تسميات، والشركات سمت، لا بل إذا بيساعدني أكثر البلوك 9 اللي هو فيه هذا الموضوع ربما نال أعلى العلامات من بين مجموعة الشركات اللي عم بتسمي. وبالتالي
معقول بسبب الاحتمالات الكبيره اللي موجوده على الاحتمالات كبيره محتوياته كبيره طبعا 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 وبالدليل انه انت جذب لا انت عندك بهذا الموضوع جذب انا بدي اقول إنه لبنان قام بكل واجباته وزارة الطاقة أطلقت دورة تراخيص وقادرة تلزم البلوك 9 بغض النظر عن أي موضوع الرأس المال اللي بده يستثمر بهذا القطاع جبان جدا يا أستاذ وليد يعني معناتها إذا البير 150 مليون وعملية التطوير قد بده تكلف مئات الملايين إذا الجانب الآخر بده يقوم بهذه العملية التطوير يجب أن يترك لبنان وشأنه للقيام بعملية التطوير صار في عنا توازن هون كيف نحن قدرنا بالألفين حافظنا على مواردنا الطبيعية اللي هي مياتنا قادرين بكل سهولة نحافظ على مواردنا الطبيعية اللي هي نفطتنا وبالتالي خليها تكمل دورة التراخيص حجمها الأدي لهذا التعدي وكمان ما بدنا نساهم يعني بالإضافة إلى عوامل أخرى بتطفيش الشركات الأجنبية اللي منها موضوع التأخير بقصة التراخيص وبقصة البنوكين لحظة أول شيء بدنا نحكي موضوع أنت مستثمر رأس المال جبان وأنت قلته شاك نعم. أنا ما بروح على محل ممكن يخلق 10% 90% ما في مشكل 10% مشكل ما بروح عليه صح بحط مصرياتي انا ما بس هو اذا اكبر بكثير من الريسك اللي انت حاطه على راسك ساعتها بتروح ما بروح ساعتها بتروح بس انا حتى اروح بدي اروح اخذ واحد بيشتغل بنفس المنطقه وما تستغرب نفس الشركه لا عم نبحث امر ما انه حاصل لا 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 عم نحكي تقدير هلا بما انه ما احتمالات نحن عم نحكي بما انه عم نقول انه في عدد كبير من الشركات بفوق 14 شركه بتصور سموا هيدا 12 شركه سموا لا 14 شركه سموا انه بدهم هال 14 او 17 رغم انه بذهني بدهم هالبلوك فبالتالي كل المخاوف اللي عم نحكي عنها مش بمحلها ليش بدنا نصور للطبيعي بدنا نصور لعملك انا ما عم بحكي بشكل عام هلا بشكل عام طيب نحن في شغلتين الشغله الاولى في قطاعات بتمول وهي قطاعات مصرفيه وتمول لأجيال طويلة والمصارف اللبنانية أيضا أبدت استعداد نظرا لجدية العملية أنه كمان تساهم بعملية التمويل لشركات لبنانية بدها تفوت مشغلة أو مساعدة اللي بدك إياه أو مشاركات بدها هي مشغلة وتستثمر بالموضوع هذا جزء من الفوره الاقتصاديه هذا بقول لك ايه هذا جزء توظيف استثمار هذا اكيد انا لما بدي احط استثمار بمحل معين بدي احط استثمار اول شيء ليش لبنان ما في سياحه لانه مش في ما في استقرار ليش لبنان التجاره عم تتراجع لانه ما في استقرار ليش لبنان وضعه مهزوز لانه وضع سياسي مش مرتاح راس المال جبان شو بقول المبدا الاقتصادي درسناه بالجامعه اول سنه بيقول لا استثمار بدون استقرار هلا عنصر المقاومه عنصر رادع لاي اعتداء كتر خير الله منيح هذا بس ما هذا بنفس الوقت اذا عدو الاسرائيلي بده يعمل فنعه صار هذا عنصر عدم استقرار يعني بناءنا بيحول لك المنطقة لعدم استقرار أنا اللي بدي أقوله البلوك هذا مساقب إنه أكبر مخزون من النفط مشان هيك عروض شركات عليه مساقب تقديرات ما بدنا نعمل تأكيدات لا هذا كلام مش صحيح نحن صرنا مسحين في مخزون كتير كبير صرنا مسحين 45% من يعني مخلصين التحاليل ل 45% من المياه البحرية اللبنانية فما نعمل تأكيدات لا 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 لا, 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 لا عملت ليش طب لحد هلا في حتى بالشمال يعني معجبين بشكله يعني في مشكلة مع سيرحين عليه ولا معجبين يا أستاذ عدنان كمان بالشمال الغربي على الآخر في وجود وانحكي في وجود لكوندنسيت يلي راكدين عليه اكثر العالم بقى المخزونات والمكامن النفطيه منتشره على كل المياه البحريه ما بدنا نصور للعالم انه النفط بس بجنوب او النفط بس لا لا ما بقول هيك او النفط لا بس عم بقول انه موجود بكثافه بهذا البلوك موجود اكيد واعد وفي كثير في كثير احتمالات عملك هذا السبب الاساسي منه اكثر اكثر مخزون موجود فيه انطلاقا من المبدا الاقتصادي طالما انه راس مال جمال ما بروح على محل في مخاطر عاليه بس عم بقول انه مخاطر انا ليش لانه اول شيء عم بيقول لك مين رح يروح انا رح لك مين حيروح واحد
عنده مصالح مع إسرائيل، وبالتالي عنده هناك استثمارات، وبالتالي حيكون عنده شريك هناك لحتى يقدر يروح على محل ما يعمل عليه نزاع، ما يكون عليه مخاطر. لا لحظة، ما هناك عارفين مين في من تاني مال نحن، والعلاقات هيدي كلها ممنوعة. بتعرف الشركات، بتعرف الشركات السبع وشركات متعدد الجنسيات وشركات الآخرين، إحنا مكتب مقاطعة إسرائيل في لبنان ما بيعرف أي بأخرى ممنوع فوت على لبنان، ما في عنا شيء حبيبي. دي شركات، شركات، شركات كبيرة، شركات كبرى لما كان موجودة يا أخي، الشركات الكبرى لا في هون هون لا خلينا هون خلينا اما مباشره او بالتمثيل. لا بس بدي اقول لك يعني انا بتاكد معلومه، في خطا، في خطا كبير هناك على حدودنا الجنوبيه على بعد قريب 4 كيلومتر حقل جديد باشر الكيان الصهيوني بحفر ابار فيه كريش. كريش هذا الحقل بيمتد الى الحدود اللبنانيه، تحت الحدود اللبنانيه، يعني معناتها انه هناك امكانيه لسحب الشعوب البتروليه. صح نعم. معناتها هيدا شو عامل؟ عامل وحده، لان عامل انه تكتل مش نقعد كمان يعني نختلف مع بعضنا. ما نختلف، هو لا يزال لا هو بعيد 4 كيلو، لا هم ما يعني تصور بعيد 4 كيلومتر جنوب. خلينا اقرب نقطه فيه بعيده 4 كيلومتر جنوب خط، جنوب خطنا اللي هو ل 23 جنوب خطنا. إيه بس ما في مخاطر إسرائيل تقدر توصل عليه. هلأ ما في مخاطر. خلينا ناخد فصل إعلاني أخير، ثم بدنا نبحث ليه بين هالخيارين، يعني بين أنه كل بلوكات فرض مضى وبين أنه عدد محدد من البلوكات كما حدد فلسفي منها شو، وإنما بعد فصل إعلاني أخير. وصلنا معكم إلى الفقرة الأخيرة من بموضوعية لهالليلة، وقبل ما نكمل معكم الحوار نحن على اتصال هاتفي مع الأستاذ سموح نور وهو مهندس نفطي. مساء الخير أستاذ سموح. مساء الخير، يعطيكم العافية جميعا. الله يعافيك. طبعا استمعت إلى هالحديث ويمكن عندك ملاحظة على بعض ما ورد فيه. نعم، بس بسرعة إذا بتعمل معروف. إيه أستاذ وليد، نعم. أول شيء إذا بتسمح لي سنبدأ بالكلام الإيجابي. قال الأستاذ علي يجب الكلام في العشرة والدقيقة 30، يجب الكلام عن احتمالات وليس عن اكتشاف، وهذا شيء عظيم جدا، لأنه في عالم النفط طالما لم نقم بالحفر ولم نقم بتقييم البئر الأولى والثانية والثالثة إلى آخره، فلا نتكلم عن وجود كميات لا صغيرة ولا كبيرة، فهو مشكور عليها علميا، لقد أصاب الهدف. أوكي. والأستاذ سيزار قال في العشر والثلث ليس كله يستخرج في حال وجود شيء ما، وهذه كلمة يجب أن يركز عليها الإخوان في البلاتو عندك للشعب اللبناني، أنه عندما نقول هناك كيلوغرام أن نتوقع لا يعني أنك تستطيع أن تستخرج كيلوغرام من النفط أو. طيب شو بدنا الإيجابيات، وصلنا على السلبيات. لا السلبيات أستاذ وليد، لا نقول قال الأستاذ سيزار في 49 النفط المكتشف، ليس هناك النفط مكتشف، أرجو تصديقي هذه الكلمة أمام الشعب اللبناني. والنفط أمر واقع، بعدها مباشرة ليس هناك أمر واقع، و18 شهر بين أول تنقيب وإنتاج ليس هذا ليس صحيحا، يجب تصحيح كل ذلك. الاحتمالات موجودة، والشركات التي تقول بأن هناك احتمالات لا تقول بأن هناك شيء موجود، وإلا فأنا أقول لك أن غدا سأجعل لك من لبنان، سأجعل الليرة اللبنانية تساوي 8 يورو وليس، وسأجعل من برميل النفط بسعر دولار. فنحن نقول أن هناك احتمالات، نعم، بالأشكال التي قالت عنها الشركتين التي قمت بالأعمال الزلزالية في تحت البحر اللبناني. ويجب التركيز أستاذ وليد على كلمة الإنتاج، نلغيها الآن لأنه هناك ما يسمى بحملات الاستكشاف. حملة الاستكشاف تبدأ، ويبدأ بعدها حملة نصف استكشاف، ويبدأ بعدها حملة إنتاج. كيف أو أول شيء حملة استكشاف، بعدين شو تاني مرحلة؟ نصف استكشاف، لأنه نصف استكشاف بعدين الإنتاج. أوكي. لأنه عندما تبدأ حضرتك بحملة الاستكشاف تقول أن وجدنا مثلا، نحن نقول في النقاش وجدنا في أول بئر، ما بدنا نأخذ الشيء السيء، وجدنا نفطا، هل يكفي ذلك؟ لا يكفي أستاذ وليد، يجب أن نحدد المساحة.
وعند تحديد المساحة يجب أن ندرس هل هناك تشبع للصخور السفلية بالنفط أم هناك تلوث؟ إذا كان تلوث لا تستطيع أن تنتجه. طب بالنتيجة أستاذ سمو، بالنتيجة يعني كخلاصة نهائية، كخلاصة نهائية لا نقول 18 شهر بين أول تنقيب وإنتاج. فإسرائيل في تمارا الذي تكلمتم عنه جميعا اكتشفته في عام 2009 وكانت تريد أن تنتج في أول ربع من 2012 فلم تقدر، فآخر ربع من 2012 لم تقدر ولم تبدأ بالإنتاج إلا في 31 آذار 2013 ميلادي. فهذا شيء يعني يجب التركيز عليه. وملاحظة أخيرة بس أمام اللبنانيين، أنه عندما نتكلم السادة جميعا يعني على البلاتو عندك كتر الله خيرهم وخاصة الأستاذ عدنان ضليع جدا، يجب التذكير أن المال الذي سيدفع هو مال لا يحده عقل اللبناني العادي. يعني نحن لا نتكلم عن 100 مليون أو 200 مليون. ولأختم حديثي أقول لك أن الآلة المنصة شبه العائمة التي صنعت وكان المفروض أن ينتهي صنعها في أيلول 2013 ميلادي في كوريا الجنوبية ثمنها 800 مليون دولار، وكانت معدة لتحفر في شرق البحر الأبيض المتوسط، وأجرتها اليومية وحدها 584 ألف دولار يوميا كل 24 ساعة. ففقط للعلم للسادة والسيدات اللبنانيين أنه هذه أشياء خيالية، وجميع من معك على البلاتو مشكورين لتقديم هالمعلومات. ونحن كمان نحن متشكرك على الاتصال، يمكن ضوى على بعض الأمور يلي ما كنا مضوين عليها. بس خلينا لأنه في 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 أمور خلص هلأ في عنا في الوقت المتبقي ما بقى بيسمح بالزمن الآتي بتضيع الوقت بتضيع الوقت. أول شيء لما حكينا على 18 شهر أنا بحب أقول شغلي إنه الاستكشاف في جزء كبير منه هو مسوحات جيوفيزيائية وتحليل المسوحات الجيوفيزيائية، وفي قسم منه التنقيب يعني حفر الآبار. نحن هلأ في رأي عام عم يسمعنا مش كله متخصص، ما بدنا نعقد الأمور عليه تنضيع الرأي العام بالموضوع. لما حكينا على 18 شهر إيه صحيح، لأنه نحن بوقت العرقلة ووقت التأخير والوقت اللي كان عم يستغرقه نحن ما وقفنا، ونحن اليوم منا واقفين، والوزارة كانت عم تشتغل والمسوحات كانت نحن اليوم وقاعدين هون في شركة عم تعمل مسوحات بالبر اللبناني كمان، وهي بعد ما حكينا عنها ولازم يكون عندنا الفرصة كمان يكون عندنا فرصة بدنا نطلع الرأي العام على اللي عم يحصل. فإذا نحن في جزء كبير من عملية الاستكشاف والتحليل حصل ب 45% من ال طيب واضحة خلص بقى. هيدا 18 شهر مش من عندي، هي من عند الشركات يلي كانت هي عم بتقدر يلي كانت الشركات اللي كانت عم بتشارك بالكونسلتيشن راوندز بدورات المشاورات اللي كانت عم تحصل. هي 18 شهر بعد تلزيم، من بعد تلزيم اكيد لا مش من هلا بس ايه. والتلزيم معلق لا معلش. طب هلا فينا كمان نحكي بالواقع هلا بقى خلينا نكمل. نحن اليوم كمان في عملية مسوحات جارية بالبر اللبناني، إنون النفط إنون الموارد البترولية بالبر اللبناني كمان تم إرساله إلى مجلس الوزراء. الوزارة أنا بس بحب أقول للبنانيين إنه الوزارة لم تهدأ، نحن مكملين كل العرقلات. وتضيع الوقت لا يعني وتصريف الأعمال لا يعني الهدوء لا يعني والسكينة الوزارة مستمرة بالعمل. هيئة إدارة قطاع البترول مشكورين عم يشتغلوا شغل جبار جدا. الليدرشيب أو قيادة الوزير باسيل هي قيادة استثنائية حقيقة. برجع بكرر انتقد يمكن الأستاذ يوسف قصة المعجزة، بس مش أنا اللي قلتها ومش أنا عم بعمل كامبين، قلت له هيدي انقالت بمؤتمر نفط دولي بلندن، أنا كنت مستمع وسمعتها. فبالتالي لا مظبوط، في إيادة استثنائية بين علنية كيف تبين علنية خي أنا ما بتبين مثل ما بدأ أنا عم بنقول اللي حصل. يعني أنت عم تحكي سمع ورجع عم بقوله مظبوط بقى. ففي إيادة استثنائية للوزير باسيل لهالقطاع هيدا وصلتنا للمحل اللي وصلنا عليه. نحن اليوم بينبغي نكمل من هون. ما بيسوى
لا نفرجي صورة للبنان، صورة مهتزة للبنان على باب دور. نحن بخضم دور التراخيص 46 شركة مش هينة، في 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 إقبال كبير، في اهتمام كبير. بقى ما بيسوى نحن نعيقه ولا نفرجي. في علينا مسؤولية بحيالله موقع، كنا صحفيين إعلاميين، كلنا مسؤولين، كلنا علينا 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 مسؤولية. رح أرجع أسمعك أستاذ علي، بس كما رح أخذ آخر اتصال لهالليلة، الجنرال عصام أبو جمرة. مساء الخير جنرال. مسير بالخير أستاذ وليد، ومسير بالخير كل الأصدقاء الموجودين عندك كمان. أنا بمسك، تفضل. اولا كنت بتمنى انه يعطونا وضع الوزاره واشغالهم بالنفط بصوره اوضح، يعني يعبوا لنا النهمه اللي عندنا تنعرف وين صارت الوزاره بكافه اشغالها. اثنين، انا عندي اقتراح من 2010 حطيته وهلا بزيده، وكنت بتمنى هن يقترحوه المختصين بالنفط، إنه وزارة النفط تسأل عن وزارة الكهرباء وعن وزارة الاقتصاد أو عن وزارة الصناعة، ويتوليها وزير ذو فعالية وذو اختصاص ويقدر يكون قد الحملة، لأنه وزارة النفط هي ثروة لبنان، ثروة كبيرة كتير، بدها بحث، بدها تنقيب، بدها خزن، بدها تصريف، بدها مليون موظف يشتغلوا تقدروا يقوموا فيها. بعتقد أنا كنت متمني إنه هن يبلشوا بهالموضوع حتى الوزارة تكون فاعلة. وشكرا. مين هن؟ مين هن جنرال؟ يعني الشباب المسؤولين عن النفط، يعني النفط المسؤولين عن النفط، يعني سيزار والأستاذ برو. أوكي، شكرا لك على الاتصال. يعني أنا حابب حقيقة يعني أقول استفيد من هذه الفرصة لأقول إنه دوركم كإعلاميين أساسي بهذا الموضوع، نشر الثقافة، لأنه بمقدار ما كان عندنا مجتمع مثقف يعي أهمية هذا القطاع، بمقدار ما كان قادر يتعاون يمارس دوره بالمحاسبة، وكمان يلتفت للسياسات اللي عم تاخدها الإدارة المختلفة. في نظام حوكمة متكامل لهذا القطاع مبني حاليا، بلش من الهيئة، الوزير ومجلس الوزراء. حتى نوضح للمواطنين أنه بتبدأ عملية التنقيب عن النفط بمرحلة اسمها الاكتشاف، مرحلة اللي بيصير فيها استكشاف. لاحقاً بنهايتها بصير عملية تقييم إذا صار في عنا اكتشاف، تستمر لفترة. في حال تبين أنه هذا الاكتشاف تجاري، نبدأ بعملية التطوير اللي نبني فيها المنشآت القابلة لاستخراج الغاز أو البترول، ولاحقاً بيكون عنا مرحلة شو اسمها الاستخراج، وهي يعني الانتاج. ولاحقاً آخر شيء بيكون عنا آخر مرحلة، بيكون هي مرحلة الفكفكة التجهيزات والمنصات اللي بتبقى نحن موجودة. بعدنا بالمرحلة، نحن حاليا بصدد اختتام ب4/10/2014، مفروض تغلق دورة التراخيص اللي من خلالها الشركات بتقدم. بيبقى تقريبا في عنا شي شهرين أو ثلاثة، يعني حدود حزيران يفترض أنه يتم تقييم الطلبات اللي جرى تقديمها وإعلان الفائز وتلزيم الفائز. عن أي حزيران عمتك؟ مفروض حزيران 2014 إذا صارت الأمور كما يجب، من أجل أنه يطلع معالي الوزير على مجلس الوزراء يقول عندي هيدي الشركات اللي هيدي طلع مجلس وزراء قرارك، حتى نبدأ ساعتها هيئة إدارة قطاع البترول ومعالي الوزير بتوقيع اتفاقية الاستكشاف والإنتاج اللي بنص عليها القانون، حتى تبدأ هالمراحل اللي ذكرتها. أستاذ علي عم ينطلق أنه الوزير بسيل باير طبعا. أنا بدي أشهد لنقطة، بدي أشهد لنقطة نقطة بس حتى نرجع. لا بدي أشهد، خلينا نوضح. أنت عم تقول الوزير ما قال أنه أي وزير، لا أي وزير، وزير بيطلع معالي الوزير. هلا معالي الوزير، هلا معالي الوزير، الوزير جبران بسيل. طيب لا أنا بالعكس، أنا عم أقول يمكن بدي أقول شغلي بس ذكرني فيها. هلا بالمسودة القديمة كان توقيع العقود بقرار الوزير، الوزير بسيل اللي أصر إنه توقيع العقود يخضع، يرفع إلى مجلس الوزراء ويخضع إلى موافقة مجلس الوزراء. ما هو موجود من النظام. لا الحقيقة بس لا 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 بس لا يا رجل مش مختلف عن الكهرباء، ولو يا سيدي عم نختلف على جنس الملكي. هلا سابوه بالكهرباء وبعد ما تخلص العروض يعاد العرض على مجلس الوزراء للموافقة. ولو أثناء صياغة القانون حقيقة، وكان موضوع مباشر أثناء صياغة القانون، كان هناك حرص شديد جدا على استخدام
أقصى المصطلحات اللي بتلزم الوزير لحد كتير كبير بالنتائج أو التقارير اللي بتطلع من الهيئة. يعني رجع القانون كله بقول لك بالاستناد إلى توصيات الهيئة، بالاستناد إلى رأي الهيئة، لبل حتى مجلس الوزراء مكلف أيضا بالبت بالخلافات في صار إذا صار في خلاف بين الوزير والهيئة. يعني معالي الوزير جبران الحق يقال حتى نشهد للحق بهذا الموضوع كان حريص إنه يكون في حوكمة كاملة لهذا الموضوع بغض النظر عن أي وزير، يعني سواء هو كان أو لم يكن. وصلنا هلا خلينا نكمل. يعني مبدئيا إذا كل شيء مشي كما يجب بحزيران تتلزم الشركات، تتلزم. إذا مجلس وزراء كان في مجلس وزراء وقال مجلس وزراء أنا أوافق على التقرير من بلش ساعتها المرحلة الأولى، مرحلة الأولى لمرحلة الاستكشاف. عظيم. كل المراحل بتقديرك الداي لازم تاخذ. نحن وضعنا مدد يعني قصوى، يعني مدة الاستكشاف طويلة الأطول يعني 2020 ماكسيموم 10 سنين، بس بسبب نضوج عملية مسح البيانات قد تكون فترة الاستكشاف باتفاقية الاستكشاف بنموذج الاستكشاف خفض سنين. يعني إذا وصلنا بحزيران 2014 ولزمنا التقديرات انه بال2020 يبلش النفط يبدا الانتاج. لا مفروض باكر ابكر من هيدا الوقت 6 سنين، يعني مفروض لا. ابكر لانه فتره الاستكشاف صغرناها ل 5 سنين، يعني جرى تصغير نسيب نموذج الاستكشاف والانتاج الاتفاقيه نزلت لل 5 سنين، فبالتالي مجبر يبلش اذا كله ماشي الحال، لانه مفروض يكون في مجلس وزراء عم بيواكب هيدي العمليه وقرار سياسي. يعني وقرار سياسي هذا اذا صار حكومه، يعني متشائم كثير. لا ما بدك تصير حكومه وتبقى الوزارة ويضل الوزير بسيط بالطاقة. لا حتتمشي الأمور هيك. لا 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 في غير الوزير بسيط بيقدر يلزم. في نقطة، في نقطة أنا بدي أسألك. نحن اليوم، نحن اليوم حقيقة بثمان أشهر الإدمين المفروض نشكل ثلاث حكومات، حكومة اليوم، حكومة بعد انتخابات رئيسة الجمهورية، حكومة بعد انتخابات مجلس النواب. يعني كل وزير بالمداورة ما حدا منهم بالمداورة كل واحد بده يقعد ثلاث أشهر موظفين بالوزارة. إذا الوزير ما لحو سلم جدلا وزير جديد مش مطلع على الملف، ما بدهم يطلبوا منه المقطع تبعه بالبيان الوزاري تا يكتبه. شو بقول لهم؟ خلي الوزير بسيل يكتبه. أو وصلنا على أول مرة. خليني كمل كتير خطر. لا إنه فقط الوزارة وقفة على شخص الوزير. لا وين كل الجهات؟ خلينا نكمل. لا خليني أعرف. لا شغل كتير خطر. أنا سؤال إذا رجع الوزير فناش على وزارة الطاقة ما بيعرف يكتب لشاف الوزارة لشاف. خليني كمل. إذا أنت جيت وزير بتعرف تكتب هالمقطع قطعتني بنص السيق. ما 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 بدنا نكمل. حي الله وزير اليوم تقدر يكمل بالهذا. نحن بنص دور التراخيص حقيقة. وين المصلحة الوطنية باستبدال النموذج الناجح بنص دور التراخيص؟ بس حدا يخبرني كيف. أو هي النية اللي مبلشة من قبل بالعرقلة والتأجيل والتسويف حتى يروح الملف حتى ما نقدر نستخرج النفط. خليني أقول أنا هذه جاي بالسياق. نحن حاليا صار في عنا ثلاث تأجيلات، ثلاث عمليات تأجيل لاختتام دورة في شركات انسحبت السحب. بدنا نلتفت دائما، بدنا نلتفت في شركات انسحبت. لا يوجد انسحاب رسمي من أي شركات دليل اهتمامها. بس أنا بدي أقول شو قصدك يعني. لا أنا عم أقول لا ما قطعته. رح أجع جماعة ما ترك حصل عالي. طيب بس بدي أقول نقطة إنه أنت حالياً ما هي الرسالة اللي عم توصلها للشركات الأجنبية حالياً؟ إنه ما في استقرار. ما في استقرار. وعندنا كان مشكلة تاريخية بلبنان إنه عمر الحكومات قصير. يعني عمر الحكومات قصير تقريباً. يعني كان معدل الحكومة هلأ هي الحكومة تصيف الأعمال 10 أشهر صارت 9 أشهر كامل بتصيف الأعمال. إذا بدي اضطر أجل لأي سبب من الأسباب دورة التراخيص الجديدة بعد 10/4 عم ببعث رسالة سلبية كتير للشركات. يا شركات نحن بلد مش خارج خلي يكون هيدا دافع لنا انه نتوافق. في عنا يعني تجربه حقيقه كانت نشيطه وانا وكبتها وما عم بعمل دعايه لانه بعرف مستوى الطاقه اللي كان عم يشتغل فيها وزير الطاقه وكل الوزراء الطاقه ابتداء من الوزير اللي انا كنت مستشاره بال 2005 لغايه الان. في هناك التزام وعمل يومي ودؤوب. في فرصه للبنان يلزم بحزيران شركات نفط عالمية لحتى تبشر. وبعدين بس تبلش عملية الاستكشاف ما كتير بترجع لمجلس وزراء. يعني حتى لو فت التصريف الأعمال فت بالآلية. فأنت بالتالي في مصلحة وطنية بتتشخص بضرورة وجود استحقاق وتواكب هذا الاستحقاق. أنا بتقديري الخاص يعني الاقتصادي أول شيء
مش النفطي حتى معنا. يلا بدك تعجل بعد في دقيقتين. شركات صار في تأجيل 3 مرات وما سحب حدا من الشركات. اللي شايفين عندهم مصلحة وعندهم شبكة من العلاقات حول المنطقة وشبكات دولية ما خايفين من الوضع ما رح ينسحبوا، وخاصة الشركات الكبرى. عظيم. وفي شركتين لبنانيتين فاتوا مع الشركات الكبرى، واحد تابع على سي 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 واحد غيرين، مشان انه فاتوا كشريك بالعملية. انا بقول ما بيهمني شخص الوزير، بيهمنا القصة الوطنية، القصة النفطية. هو الوزير بسيل بيقول انه انا مش انا عملت النفط، مش انا جبته، يعني انا مع شيء عم بشتغل كده. بس طرح شغله انه بنص دوره. نص دوره هذا معقول؟ هذا حكي، هذا حكي، هذا حكي معناته انه انا يا باي ضل هالوزاره ما في وزاره معناته. لا 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 لا، نحن معليش مين ما اجى وزير بده يكفي محل ما وصلوا. يا استاذ عدنان، نقطه ما خليك في نقطه، النقطه الثانيه انه ما في حدا بالوزاره وبالحكومه اللبنانيه ولا مره كان عندنا عنصر استقرار حكومي ولا آخره، خصوصا انه جايين على سنه فيها استحقاق رئاسي وفيها مجلس نواب مش عم يجتمع وفيها وضع امني غير مستقر وغير ما حتكون القصه هاي بالتحديد اذا غيرنا الوزير انه عنصر اساسي. لا انا ما انا اول شيء ما تلي انه انا مع انه ما عم يفل جبران باسيل من الوزاره، الوزير اشتغل يعطيه العافيه بضغطك، ما عندي مشكله بالموضوع، بس انا عم بحكي لا يجوز ان ترتبط وزاره باسم وزير معين مش ابوه مرته وياه. لا 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 لحظه، الوزير لا لا معلش، الوزير قال كذا مره انه هاي الوزاره مش ملك لشخص ولا ملك فريق. انما نحن عم نقول السؤال بوضع في غيار 3 حكومات بثمان اشهر، خبرني بس وين المنطق من هالطرح هيدا، الا ضرب الا ضرب النموذج الناجح وضرب التيار الوطني الحر يلي عمل انجاز بهالوزاره. بدي اتشكركم على السياسه، دخلنا سياسه حبيبي، اتشكر انت عم تضرب المشاهدين على متابعه هالحلقه بموضوعيه. طبعا اللقاء يتجدد الاثنين المقبل، تصبحون على الف خير. We'll be right back.